لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنخلص الباب السابع، قسمناه على 4 أجزاء. كنا كل جزء بنتكلم عن حاجة، وأنا مقسم الباب ل3 أجزاء، اللي هما العوامل المؤثرة على معدل التفاعل الكيميائي، وتاني حاجة كان الاتزان الكيميائي، العوامل المؤثرة على الاتزان الكيميائي اللي هو لو شاتيليه، وكان تالت حاجة كان الاتزان الأيوني وليه تطبيقات. اتكلمنا المرة اللي فاتت على كذا تطبيق، منهم فاضل 2. التطبيقات اللي اتكلمنا عليها قبل كده كانت البي اتش، وكان الفرق بين الالكتروليت القوي والالكتروليت الضعيف، وكانت تجربه ستافلد وايون الهيدرونيوم. اخر حاجتين معانا النهارده ان شاء الله، معانا التميؤ اللي هو عكس التعادل، وهنعرف يعني ايه دلوقتي. وتاني حاجه معانا واخر حاجه ان شاء الله باذن الله حاصل الاذاب، التميؤ. انا لما يكون معايا اي حمض واي قاعده يتفاعلوا مع بعض يدوني ملح وميه، اي حمض مع اي قاعده على طول يديني ملح وميه، والحمض والميه ضد الحمض والقاعده ضد بعض، ده حاجه وده حاجه، ده عنده الشق بتاع الهيدروجين وده عنده الشق بتاع الهيدروكسيد، شق بتاع هيدروجين وشق بتاع هيدروكسيد ضد بعض، يعني ده حاجه وده حاجه ضد بعض، تضاد زي الاهلي والزمالك كده. فعلتهم مع بعضيهم اداني ملح وميه اساسي كده، فالتفاعل ده اسمه التعادل، تفاعل التعادل. طيب انا بقى لما اجيب ملح مع ميه هيديني ايه؟ هيديني حمض وقاعده، حمض وايه؟ وقاعده. لان اي ملح في الدنيا لو جيت قسمته نصين هلاقي فيه شق سالب، شق سالب وشق موجب. الشق السالب دوت هو اللي بيتفاعل مع الهيدروجين ويديني الحمض، والشق الموجب ده هو اللي بيديني اللي بيتفاعل مع الميه او بيلقط الاو اتش من الميه ويديني القاعده. زي مثلا لو خدنا الان اي سي ال كمثال على الملح، الاقي في ال NaCl عندي شق موجب وشق سالب، الشق الموجب ال Na الصوديوم. طيب الشق الموجب دوت بيتفاعل مع الميه وياخد منها ال OH ويديني NaOH، NaOH اللي هو الهيدروكسيد. طيب الناحيه الثانيه الشق الثاني من الملح اللي هو Cl سالب، Cl ده ماله؟ هيتفاعل وهياخد الهيدروجين وهيديني حمض، هيديني حمض. احيانا الشق الموجب والشق السالب ده ممكن يبقى الشق الموجب ده تابع لقاعده ضعيفه او قاعده قويه، والشق السالب ممكن يبقى تابع لحمض قوي او حمض ضعيف. فانا عندي 4 حالات، يا اما الملح ده لما بدوبه في ميه بيديني حمض قوي مع قلوي قوي، او بيديني حمض قوي مع قلوي ضعيف، او بيديني قاعده قويه او حمض ضعيف مع قاعده قويه، او الاثنين ضعاف بقى، حمض ضعيف وقاعده ضعيف وقاعده ايه او قلوي ايه ضعيف، الاثنين ضعاف. فندرس حاله حاله، دول 4 علل. 4 علل. علل بيجوا ازاي بقى؟ بيقول لك محلول ويقوم قايل لك مسمي الملح، كلوريد الصوديوم، كلوريد الامونيوم، مثلا ايه تاني عندنا، كربونات الصوديوم. ليه؟ يقول لك يقوم مسك لك ملح من الاملاح ديت ويقول لك ليه هو قلوي التاثير، ليه هو متعادل، ليه البي اتش بتاعته بتساوي 7، ليه الملح الفلاني ده البي اتش بتاعته اقل من 7. ده اللي هنعرفه. في خطوات معينه لازم تمشي بيها، بعد ما تمشي بيها تحل السؤال بمنتهى البساطه. فانا عندي هنا كلكم شايفين الورقه اللي قدامي، عشان دي هشرح عليها. ها كلكم شايفين؟ الناس راحت فين؟ تمام تمام يبقى انا دلوقتي اعرف ان عمليه التميه ديت، تمام، هي التميه او اسمها بالانجليزي هيدروليسيس. هيدروليسيس الملح مع الميه، الملح ده اللي احنا اتكلمنا عليه ان هو فيه شق سالب وشق موجب، شق سالب وشق موجب، لما بيتفاعلوا مع بعض او لما بينزل في الميه بيحصل له تميه. ما اعرفش ده يعني تميه، ده يعني صفه او حاجه في العربي مفعول به، يعني اتميه، دخلت عليه الميه، تمام، ده سر الاسم يعني، عشان يديني ايه؟ يديني حمض وقاعده، يديني حمض وقاعده. عكس بقى لو فعلت القاعده مع الحمض هتديني ملح وميه، هتديني ملح وميه.
الحمض او القلوي القوي زي ما احنا ما اخدنا الالكتروليت القوي بيميزه ايه؟ ان هو تام التأين في الميه، تام التأين في الميه، بيتفكك تماما. جيت احط مثلا ال HCl كمثال على الحمض القوي، مجرد ما بحطه في الميه كده ما بقاش HCl، بقى ايونات الهيدروجين وايونات الايه؟ الكلور. بقى ايونات هيدروجين وايونات كلور موجوده معايا في الميه، حره الحركه، تفكك تماما، مفيش HCl موجود في الميه. بقى ايونات الهيدروجين وايونات الكلور الموجوده في الميه. اما لو جيت على حمض الخليج، تمام، الاسيتيك، ايه اللي هيحصل؟ CH3COH، ايه اللي هيحصل؟ اول ما احطه في الميه هل هيتفكك كله الايونات؟ ها الناس تبقى معايا كده، انتوا فين نايمين؟ لا لا، جزء صغير جدا منه. طب انا عايز ازود الجزء ده اعمل ايه؟ الجزء اللي اتفكك الايونات ده عايز ازوده، عايز اخلي الايونات تنشط شويه في الميه من الحمض الضعيف او من القلوي الضعيف ده، اعمل ايه؟ بسرعه بسرعه اخففه. بالظبط كده، ازود الميه. عايز الناس تبقى، معنى ان انت تجيب المعلومه بسرعه من دماغك معنى كده انك مذاكر، اما اللي يقعد يفكر انا خدتها فين ديت وكانت في انهي باب لا ده تعبان، ده هيحل امتحان الكيمياء في 10 ساعات. تمام؟ فانا كل ما تذاكر كل ما تلاقي المعلومه حاضره في دماغك، خصوصا لو عارف مكونات الباب بتاعك كويس عباره عن ايه. تمام؟ فانا طبيعي جدا لما انا دلوقتي اجي اعمل احل السؤال دوت واحط معادله الميه ومعادله الملح بعد ما فكيته، هلاقي ان في الحمض القوي او القلوي القوي هفكه الايونات، هفكه الايونات زي ما هنشوف. اما الحمض الضعيف او القلوي الضعيف زي مثلا القلوي الضعيف هيكون ملحق بالاتش هنا، ها، شق سالب ضعيف، شق سالب ضعيف زي في الاسيتيك سي اتش 3 سي او نيجاتيف، ده اللي بيميز ان الحمض ده ضعيف. او البي او اتش زي الان اتش 4 او اتش هيدروكسيد الامونيوم، الشق الموجب اللي فيه اللي هو الان اتش 4 ده شق بيخلي القلوي اللي عندي دوت ضعيف، غير تام التأين، غير تام التأين. طب القلوي الضعيف او الحمض الضعيف قريبين من البي اتش 7 ولا بعاد عنها؟ بسرعه بسرعه، اين انتم؟ قريبين، هلاقيه 6 5 هلاقيه 8، اه قريبين، لانهم قريبين جدا من التعادل، قريبين جدا من التعادل. اما لما ابعد عن السبعه، كل لما يكون هبعد عن السبعه رايح لل 14، خلاص 13 14 اعرف ان ده قلوي قوي جدا، قلوي قوي جدا بيتفكك على طول الايونات. كذلك الحال الناحيه الثانيه، لو بعدت رحت عند الواحد والصفر ده معناه ان انا معايا حمض قوي جدا تأينه 100% لانه تحول كله الايونات، وبالتالي كل تركيز الهيدروجين اللي موجود معايا موجود في قلب الميه حر الحركه، فالتركيز اعلى ما يمكن وبالتالي البي اتش بتاعته عاليه. وصلت؟ اول حاجه معايا دي، دول الاربع حالات عندي. المفروض دلوقتي قدامكم الورقه البي دي اف المذكره، معايا اربع حالات. لما يكون حمض قوي مع قلوي قوي، ايه حمض قوي مع قلوي قوي؟ انا دلوقتي جبت الملح، الملح فيه شقين، حطيته في الميه، اداني ايه بقى؟ ده اللي هنتكلم فيه، هيديك حاجه من الاربع حالات دول. تمام؟ ده او ده او ده او ده. لو حمض قوي مع قلوي قوي، او مع حمض، او حمض قوي مع قلوي بس او قلوي ضعيف، لو حمض ضعيف مع قلوي قوي، واخر حاله لو الاثنين ضعاف، هنا في كلمه ضعيف. تمام؟ حمض ضعيف مع قلوي ضعيف. تمام؟ لو هما الاثنين اقوياء، كل واحد هيعمل ايه في الاقوياء دول؟ ايه اللي هيحصل لهم؟ الاثنين هيتأينوا، والاثنين هينزلوا الرجاله بتوعهم في قلب المحلول. الحمض هينزل اللي بيميزه اللي هو ايونات الهيدروجين هتتفك كلها. تمام؟ والاو اتش نفس النظام. طيب اول ما، فبالتالي عندي تركيز الهيدروجين قد تركيز الاو اتش، وبالتالي البي اتش بيساوي 7. هنا بقى عشان نبتدي نجيب امثله، هنجيب ايه؟ الكلوريد، ده كلوريد الصوديوم، الكلوريد ده جاي من حمض الهيدروكلوريك، والصوديوم هيدروكسيد الصوديوم، ده حمض قوي وده قلوي قوي. كلوريد البوتاسيوم نفس النظام، ده حمض قوي وده قلوي قوي. الكبريتات، حمض الكبريتيك، الصوديوم هيدروكسيد الصوديوم. فاهمين اللي انا بقوله ولا لا؟ ها؟ ايوه بالظبط. انا هنا لو لاحظت انا بكرر الصوديوم والبوتاسيوم، الصوديوم والبوتاسيوم ليه؟ لانهم هم الهيدروكسيد بتاع الحاجات القويه اللي معايا، الحاجات القوية اللي هي القواعد القوية اللي معايا.
وهتلاقيني هنا بنقي بين ثلاث احماض اقويه اللي هم موجودين عندكم، اللي هو حمض الهيدروكلوريك، حمض الكبريتيك، وحمض النيتريك. الثلاثه دول اقوياء، يبقى انا عمال انوع، باخد واحد قوي من هنا مع واحد قوي من هنا. الاثنين دول مع بعض بينزلوا نفس التركيزات من ايون الهيدروجين، ايون الهيدروجين او وايون الهيدروكسيد. تمام. الناحيه الثانيه بقى هنا لما يكون عندي، الاول تعالوا ناخد الحمض الضعيف مع القلوي الضعيف. تمام. الناحيه الثانيه الاثنين برضو بيدوني بي اتش بيساوي 7. تمام. H2SO4 بالظبط، سلفوريك اسيد. تمام. حمض ضعيف مع قلوي ضعيف، الاثنين ضعاف متعادلين التاثير، الاثنين يعني ما عندهمش هيدروجين عايزين يدول الميه، الاثنين شحيح الذوبان في الماء مش عايزين يدوبوا. تمام. ملح ما بيدوبش اساسا، يعني انا اول ما حطيت الملح ده اللي هو مكون من شقين سالبين زي عندي اسيتات الامونيوم او كربونات الامونيوم، الاثنين دول لو انا دلوقتي جبت الملح دوت في صوره صلبه، تمام، كريستالات ولا حاجه زي الملح اللي موجود عندنا في البيت مثلا، بيبقى في الصوره الفيزيائيه دي، انما الملح اللي في البيت طبعا ايه، حمض قوي مع قلوي قوي. انا بقول لك الشكل الفيزيائي بتاعه. لو انا جبتهم هما الاثنين وقعدت ادوبهم في الميه، اولا هلاقي الذوبان بتاعهم في الميه ما بيدوبوش لانهم مش بيتحولوا لايونات. ليه؟ لانهم عباره عن الكتروليت ضعيف. تمام. مش بيتحول كله الايونات، خلاص عندهم جزء صغير جدا اتحول لايونات. الجزء الصغير من الايونات ده في الحالتين، في حاله الحمض الضعيف هينزل لي كميه محدوده جدا من الهيدروجين جد. تمام. والناحيه الثانيه القلوي الضعيف هينزل لي كميه محدوده جدا من الاو اتش، فهيكون عندي الكميه دي قد الكميه دي، وبالتالي برضو تركيز الهيدروجين قد تركيز الاو اتش. لا ما فاتكش كتير، لسه بادئين حالا، كل ده مقدمه، كل ده مقدمه، لسه ما اشتغلتش. تمام. طيب خلاص عرفنا الحمض القوي مع القلوي القوي والحمض الضعيف مع القلوي الضعيف. عندي بقى حالتين في النص لما يكون واحد فيهم قوي والتاني ضعيف. اول حاجه نبدا لما يكون الحمض قوي مع قلوي ضعيف، حمض قوي مع قلوي ضعيف. في الحمض القوي مع القلوي الضعيف ده ايه اللي بيحصل؟ انا عندي الحمض القوي اول ما نزلته في قلب المحلول ايه اللي حصل؟ لقيت ان الحمض اتفكك تماما لايونات الايه؟ الهيدروجين والايون الثاني اللي معاه اللي هو الايون السالب، لو اتش سي ال هينزل لي سي ال، لو اس او 4 ماشي معايا، لو نزل لي ان او 3 تمام، ده الشق السالب ماليش دعوه بيه في الحمض، انا اللي يهمني ايون الهيدروجين. ليه هو اللي يهمني؟ لان هو اللي بيحدد البي اتش اللي معايا. وصلت؟ الناحية التانية معايا قلوي ضعيف، حمض قوي مع قلوي ضعيف، ده شحيح الذوبان في الماء، ما بيتفككش، راجل تعبان. فأول ما اتفكك جه منه جزء صغير ادالي أيونات محدودة من الأو اتش، ادالي أيونات محدودة من أيون الهيدروكسيد. نيجي نشوف المحصلة إيه اللي حصل؟ لقيت إن أيونات الهيدروجين أكبر بكتير جدا في المحلول من الأو اتش. طالما أكبر بكتير جدا هلاقي إن البي اتش بتاعه أقل من 7، الحمض هو اللي مسيطر، الحمض هو اللي قوي، الحمض هو اللي منتشر في قلب المحلول. تمام. مثلا عيد ماشي ما فيهاش حاجه، اللي هي من اول حمض قوي مع قلوي قوي صح، مع قلوي ضعيف، واحد فيهم ضعيف والتاني قوي صح. تمام. اخدنا في الحالتين اللي هي قوي قوي وضعيف ضعيف، الاثنين دول بينزلوا نفس الكميه من ايون الهيدروجين وايون الهيدروكسيد. طب تاني نقطه، معايا حمض قوي ومعايا قلوي ضعيف، حمض قوي وقلوي ضعيف، ازاي ان انا معايا الاثنين؟ احنا اتكلمنا كل ده بتتوزع على احماض وقلويات لما اجيب الملح وابتدي احطه في الميه، لما اجيب الملح واحطه في الميه. لما جيت حطيت الملح وحطيته في قلب الميه لقيته طلع لي حمض قوي وقلوي ضعيف. الحمض القوي ده ايه اللي حصل؟ لقيته ان هو اتفكك تماما لايونات الايه؟ الهيدروجين، لايونات الهيدروجين. بعد ما اتكسر الحمض القوي ده وتأين تأين تام، بقى المحلول مليان ايونات الهيدروجين، عكس الشق الثاني اللي معايا اللي هو القلوي الضعيف. القلوي الضعيف عباره عن الكتروليت ضعيف غير تام التأين في الماء، بيتأين منه اجزاء بسيطه جدا، الاجزاء البسيطه ديت بينزل معاها الاو اتش، كميه قليله جدا من الاو اتش اللي موجوده في قلب القلوي ده، وبالتالي مين موجود عندي اكتر، ايونات الهيدروجين ولا ايونات الهيدروكسيد؟ ها يا شباب انتوا فين؟ ها
لا طبعا الهيدروجين صح يا كريم، ايونات الهيدروجين هي اللي اكتر، لان انا دلوقتي بص احنا نشرح على الورق هنشرح الورق دلوقتي حالا حاجة حاجة فهتفهمي اكتر. المهم يا شباب، انا دلوقتي عندي مع الحمض القوي والقلوي الضعيف هيكون عندي الحمض القوي تأين في ايونات الهيدروجين اكتر في المحلول اكتر من الاو اتش، وبالتالي البي اتش كده هتميل لصالح الحمض لان هو اللي موجود بتركيز اكبر بكتير في قلب المحلول، صح؟ اخر حاجة حمض ضعيف مع قلوي قوي، حمض ضعيف مع قلوي قوي، حمض ضعيف زي مثلا الاسيتات، تمام؟ الاسيتيك اسيد دوت هيديني كمية قليلة جدا من ايونات الهيدروجين في المية. اما القلوي القوي، القلوي بتاع الصوديوم او قلوي البوتاسيوم، ده تم التأين في الماء فبالتالي هيدي لي ايونات الهيدروكسيد بنسبة كبيرة جدا. فمين كفته هتميل؟ الميزان هيرجح لمين؟ للاو اتش، وبالتالي البي اتش هتكون اكبر من السبعة. تعالوا نشرح حالة حالة كده. بيجي لك السؤال كده، يا اما اكمل يقول لك محلول كلوريد الصوديوم نقط التأثير على عباد الشمس، تمام؟ يا اما علل. ما انا هقول لك اهو يا زينب، دلوقتي انا بستفاد ان انا بعرف الملح دوت هل هو الملح ده حامضي ولا متعادل ولا قلوي، حمض ولا متعادل ولا قلوي، ببتدي اعرف نوعية الحمض ده ايه، تأثيره ايه على عباد الشمس، بطلع منه درجة الحامضية او القاعدية بتاعته ايه، ده التميز، تمام؟ دي تطبيقات كتيرة جدا بس مش عارف، تمام؟ علل محلول كلوريد الصوديوم متعادل التأثير على عباد الشمس. كان يمكن نشوفها على الورق هنا. ثانية واحدة ننزل كده. طيب أول حاجة عندي جبت الملح، ملح اللي في البيت بقى، تمام؟ هنبتدي بحمض قوي مع قلوي قوي. جبت الملح، ملح ال ان ايه، ملح الصوديومي اللي هو بتاع الطعام ان ايه سي ال، وبعد كده حطيته في الميه، حطيته في الميه. الحمض اللي عندي، الملح اللي عندي متكون من شقين ان ايه سي ال، مين الموجب الان ايه ومين السالب السي ال. اول ما حطيته في الميه لقيت ايه اللي حصل، اولا الميه كده كده الكتروليت ضعيف، الكتروليت ضعيف، الميه بيديني ايونات الهيدروجين اهي اللي معايا دي، ايونات الهيدروجين وايونات الايه الاو اتش، بكتب تحت منه الان ايه سي ال، الان ايه سي ال لما اتحطت في قلب الميه ادتني ايونات الكلور وايونات الصوديوم، ايونات الكلور وايونات الصوديوم. طيب تلقائي كده لقيت ان انا عندي في المحلول الايونات بتاعت حمض اللي هي دي، وايونات بتاعت هيدروكسيد او قلوي اللي هي دي. ببتدي اشوف كده بعينك كطالب، انت طبعا حافظ ايه هي الاحماض والقلويات الضعيفه، وعارف الاحماض والقلويات الايه القويه، فانت تقدر بعينك كده تحدد ال HCl ده قوي ولا ضعيف، المفروض تكون عارف من ساعه اول الاتزان الايوني، عارف انهي حمض قوي وانهي قلوي قوي، وعارف انهي القلوي الضعيف من القوي، عارف التقسيمه كلها وحافظهم، تمام؟ انا عندي ال HCl ده قوي، تمام؟ قوي يعني تم التأين ولا ضعيف التأين، غير تام التأين؟ لا ده تام التأين، تمام؟ ال OH مع ال NA ادتني NaOH، ده دوت عنوان القلوي القوي، من اقوى القلويات هو وال KOH، تمام؟ دول وهم موجودين في المحلول موجودين على صورة ايه؟ على صورة مركب NaOH و HCl كحمض، ولا موجودين على صورة ايونات؟ ها شباب ايونز، تمام تمام يا مراد. بالتالي انا دلوقتي لما يجي لي سؤال علل، علل محلول كلوريد الصوديوم متعادل التأثير على عباد الشمس، هقول ليه بقى؟ اول حاجة بكتب المعادلتين، اكتب اول حاجة المية، اقول ان هي بتتفكك لايونات الهيدروجين وايونات الاو اتش، بعد ما اتفككت ايه اللي حصل؟ اكتب الايونات بتاعت ال ان اي سي ال، حطيت الملح لقيته اتفكك لايونات السي ال وايونات ال ان اي. يا ريت وانت بتكتب الحل بتاع المساله تكتب تحت الاتش الايون السالب الاول بتاع الملح عشان يبقى يظهر قدامك الحمض، فاهمين النقطه دي؟ بكتب الايون السالب بتاع الملح تحت الهيدروجين عشان يتكون قدام عيني
حمض اقدر اقيمه اذا كان ده حمض قوي ولا حمض ضعيف، يا ترى اكتبه تحت ايونات ولا اكتبه تحت مركب. بعد كده اكتب تحت الاو اتش الشق الموجب جوه الملح عشان يتضح قدامي هل ده قلوي قوي ولا قلوي ضعيف. اجمع المعادلتين، لان انا دلوقتي معايا معادلتين في قلب المحلول، معادله بتاعه تأين الميه ومعادله بتاعه تأين الملح. اقول ان ال NaCl زائد ال H2O هتساوي، انا طبعا معايا حمض قوي ال HCl، اقول حاطط ال H الموجب مع ال Cl السالب، ومعايا قاعده قويه ل NaOH هكتبها في صوره ايونات، ال Na موجب زائد ال OH السالب. لاحظ ان الملح تفكك لايونات لان الناتج الكتروليت قوي في الحالتين. تمام، في اي مشاكل لحد دلوقتي؟ ديت اول واحده. النظري بقى اكتب ايه؟ نظري اكتب ايه؟ احكي القصه كانك بتحكي قصه بالظبط. انا بكره الطالب اللي بيحفظ، انت ما تحفظش، انت دلوقتي مع كيمياء وفيزياء المواد العلميه، وبما انكم علمي يعني انتوا ينفع تبقوا علماء الغد يعني. تمام، العالم ده ما بيحفظش، الراجل ده بيفكر. انت راجل عالم تخش كليه طب او تخش كليه صيدله او هندسه او علوم، انت راجل عالم. تمام، فالحفظ عندك بيجي في المرحلة التانية بعد ما افهم. فهمت، بلاقي نفس الحفظ سهل جدا. تمام، الحفظ بيكون سهل جدا. طيب انا دلوقتي بعد ما كتبت علل، بعد ما شفت السؤال بتاع علل، كتبت لي المعدتين، عرفت ايه اللي حصل وان نزل معايا الملح في صورة ايونات، لان هو هنا قوي في الحالة دي قوي، معايا اتش سي ال قوية ومعايا ايه قاعدة قوية. بعد ما فكيت المية وفكيت الملح وجمعتهم هبتدي احكي ايه اللي بيحصل. تمام، القولون لأنه يتميه، ده مين اللي بيتميه؟ الملح يتميه إلى حمض قوي تام التأين، تام التأين عشان كده أنا كاتبه أيونات، وقلوي قوي تام التأين هو كمان. طب طالما تام التأين وده تام التأين، بلاقي إيه في المحلول؟ بلاقي أيونات الهيدروجين معايا وأيونات الهيدروكسيد معايا، بلاقي ده قد ده في المحلول، الاتنين موجودين في المحلول، ده كميته قد ده. تمام، فتبقى أيونات الهيدروجين الموجبة قد ايونات الهيدروكسيد السالبه، الناتجين من مين؟ من تأين الماء. الملح اول ما نزل الشق الموجب سحب ايونات الايه؟ الاو اتش السالبه ناحيته، والشق السالب سحب ايونات الهيدروجين الموجبه ناحيته عشان يكون الحمض ويكون القلوي القوي. مفيش مشكله في الصوت، كله سامع؟ الصوت واضح ولا لا؟ كله سامع؟ الصوت تمام. تمام، فبالتالي انا دلوقتي بعد ما كتبت له القصه قلت ان هو بيتميه لحمض قوي تام التأين وقلوي قوي تام التأين، بالتالي ايونات الهيدروجين الموجبه وايونات الهيدروكسيد السالبه الناتجين من تأين الماء زي ما هم، ويبقى المحلول متعادل. حد هيغلب؟ هو عباره عن كفتين، كفه فيها ايونات الهيدروجين وكفه فيها ايونات الاو اتش، الاثنين اقوياء والاثنين موجودين عندي بنفس الكميه في المحلول. طالما الاثنين موجودين عندي بنفس الكمية في المحلول يبقى ايه اللي حصل؟ مفيش حد هيغلب التاني، مفيش حد هيقفل هيغلب التاني، وبالتالي هيتبقى المحلول متعادل التأثير على عباد الشمس. هحط ورقة عباد الشمس لا تحمر ولا تزرق، احط البي اتش ميتر هلاقي البي اتش بتساوي 7، وبالتالي الملح دوت متعادل التأثير على ورقة عباد الشمس. نيجي نخش في تاني جزئية، يا عم اللي الصوت مش واضح عنده يقفل كل حاجة، يعني أنا حتى قافل كل حاجة عندي أهو. تمام، عشان الصوت يبقى واضح معاك ممكن تبقى سرعة نت. طيب نرجع تاني للورق، تاني جزئية معايا حمض قوي وقلوي ضعيف، معايا حمض قوي وقلوي ضعيف. عايزك ساعة ما تيجي تفكر في ملح الحمض بتاعه قوي والقلوي بتاعه ضعيف، طبعا الملح معايا شق موجب وشق سالب، شق موجب وشق سالب، ركزوا معايا هنا يا شباب، اللي الصوت ممكن يكون عنده بايظ او حاجة زي كده، يعني يا اما يعمل ريلود او ممكن يقفل الابليكيشن التانية اللي شغالة، هتلاقي الصوت ان شاء الله واضح.
المهم لما اجي افكر في ملح، الحمض بتاعه قوي والقلوي بتاعه ضعيف، افكر في حاجه يكون الشق السالب بتاعها قوي زي مين، زي السي ال وزي الاس او 4، تمام، كل ده بيطلع لي احماض قويه، وزي الان او 3 يعني كبريتات او كلوريد او نترات، كبريتات او كلوريد او نترات، زي المثال اللي عندي دوت كلوريد، كلوريد امونيوم، ينفع احط كبريتات امونيوم وينفع احط نترات امونيوم، كلهم صح، تمام، كلهم بيدوني حمض قوي، ده الشق القوي. الناحية التانية عندي مثال على الشق التاني اللي هو بياخد الـ OH اللي هو القلوي، الشق القلوي، عندي مثال على الضعيف اللي هو الـ NH4، الـ NH4، فمثال عندي على الحمض القوي وقلوي ضعيف الـ NH4Cl. جيت دلوقتي جبت ملح وحطيته في قلب المية، الملح دوت اتأين ليه حمض ضعيف، حمض قوي سوري، وقلوي ضعيف. ابتدي اكتب المعادلة عندي عادي جدا، هكتب تأين الماء اول حاجة، الهيدروجين موجب وهو اتش سالب، وبعد كده اكتب معادلة تأين كلوريد الامونيوم، والاحظ ان انا اكتب الشق السالب تحت الهيدروجين الموجبة عشان يوضح معايا انا معايا حمض ايه، معايا اتش سي ال، معايا اتش سي ال، كده انا معايا حمض قوي، عشان كده انا كاتب حمض قوي عشان ظهر معايا اتش سي ال، وهيتكون معايا قلوي ضعيف لان اتش 4 او اتش، لا هي كي او اتش ولا هي ان اي او اتش ولا هي سي اي او اتش باي 2 ولا هي اي قلوي قوي، هي قلوي ضعيف، تمام. طيب ايه اللي بيحصل في المحلول يا شباب؟ اللي حصل في المحلول ان نزل تركيز ايون الهيدروجين، الصوت شغال والله يا مينا، الصوت شغال تمام، الاقي ان ايونات الهيدروجين نزلت في المحلول وانتشرت، وتأين تأين تام تام التأين، فبكتبه على هيئة أيونات. أما الناحية التانية في الـ NH4OH أنا عندي ده قلوي ضعيف، بينزل زي ما هو، بينزل زي ما هو، زي الصفحة اللي بعدها كده، أنا شارح الموضوع ده بشكل أحسن بس نوصلها في الآخر أحسن. فهنا لما نكتب المعادلة نجمع المعادلتين على بعض، هلاقي إن المية زائد الـ NH4Cl هتساوي، هينفع اكتب ال HCl على بعضها؟ HCl كده ولا اكتبها ايونات؟ وليه؟ طب ليه كتبتها ايونات؟ لان هو حمض ماله؟ حمض قوي تام التأين، حمض قوي تام تأين، تمام. الناحية التانية معايا OH ومعايا NH4 موجبة، ده قلوي ضعيف، الكتروليت ضعيف، غير تام التأين. مجرد ما حطيته كده شحيح الذوبان في الماء مش عايز يدوب. عشان يتأين يتأين منه جزء بسيط جدا، زودت ميه لحد فين؟ اه هيزيد التأين بس مش لدرجه كبيره، لدرجه قليله جدا. علشان كده فاكرين الكي اي كانت بتبقى رقم قليل جدا. ايه الكي اي ده؟ ده الناتج بتاع تأين، فاكرين الكي اي؟ تجربه ستافلد، عندي كي اي وكي بي. هنا الكي بي هلاقيها عندي 10 اس سالب 23، 10 اس سالب 13، سالب 14، رقم قليل جدا. ليه رقم قليل؟ لان النواتج الايونيه بتاعته قليله بالنسبه للمتفاعلات الكبيره، المتفاعل الكبير اللي هو ال NH4OH لدرجه تهمل. احنا كنا بنهمل الالفا، فاكرين الالفا بتاعت درجه التفكك؟ ها الالفا قليله جدا، تمام. فعشان كده هينفع اكتب ال NH4OH على اي ايونات؟ لا طبعا، هنزلها زي ما هي، هنزلها زي ما هي. عشان كده اي قلوي ضعيف او اي الكتروليت ضعيف هيقابلنا بننزله زي ما هو لانه لا يتفكك. لو كتبتها في صورة ايونات هتخسر درجات، هتخسر درجات. ده الشكل الاساسي اللي هيكون موجود عندك في سؤال علل، تمام، لازم سؤال بيجي في الامتحان. عندي ال HCl هنا تفكك لايونات لانه قوي تام التأين. ثالث حاجه معايا لما يكون معايا الحمض هو اللي ضعيف، الحمض هو اللي ضعيف والقلوي هو اللي قوي، القلوي هو اللي قوي، جيت حطيت ملح في قلب الميه، الميه كده كده متأينه الايونات هيدروجين و OH رغم ان هو الكتروليت ضعيف، تمام، غير تام التأين. حطيت معاها ال Na2CO3 كربونات الصوديوم، ينفع احط ايه تاني يا شباب؟ حمض ضعيف غير الكربونات، الاسيتيك، اسيتات الصوديوم ينفع احطها، تمام، ومعايا قلوي الناحيه الثانيه قوي، عشان كده حطيت الصوديوم، حاطط بلطجي، حاطط واحد قوي، حاطط ال NA او حاطط الكي البوتاسيوم، تمام.
دول جايين منين؟ جايين من قاعده قويه ال ان اي او اتش او الكي او اتش، تمام؟ فعشان كده اخترت ال ان اي مع السي او 3 اللي هو جاي من حمض ضعيف. ده لما تقين اداني السي او 3 هنا، سي او 3 و2 ان اي. طبعا انا ملخبط الترتيب ليه؟ عشان اشوف مع تحت الهيدروجين ده هيتكون معايا حمض ايه، وتحت الاو اتش ده هيتكون معايا قاعده نوعها ايه. جيت ببص كده لقيت ان هيتكون معايا السي او 3 لقى في المحلول ايونات الهيدروجين اللي طالعه من الميه، فراح مكون منها على طول مين؟ الاتش 2 سي او 3. هل دوت حمض قوي؟ ها بسرعه كده، لا صح، حمض غير قوي. هكتبه ايونات ولا اكتبه زي ما هو؟ اكتبه زي ما هو لانه غير تام التأين، على عكس ال NaOH. ال NaOH ماله؟ تام التأين، بيتفكك تماما لايونات، بيتفكك تماما لايونات زي ما انتم شايفين كده، تمام. طيب نيجي بعد كده هنا، احنا هنا برضو نفس الكلام، بنحكي القصة اللي حصلت مع كلوريد الامونيوم. ليه هو حمض محلول كلوريد الامونيوم؟ ليه هو حمض التأثير؟ ابتدي احكي. لان المحلول بتاع كلوريد الامونيوم بتاع الملح ده لانه يتميه بيبتدي يدوب في الميه لايه؟ لحمض كلوريد، حمض الهيدروكلوريك، عارفينه طبعا HCl، لحمض قوي تم التأين. وقلوي ماله؟ الامونيوم، هيدروكسيد امونيوم، يعني قلوي ضعيف، قلوي ضعيف غير تام التأين. بالتالي مين اللي كفته هترجح؟ مين اللي هيدي ايونات الهيدروجين كلها؟ الكلوريد، صح؟ تتراكم ايونات الهيدروجين الموجبه، تمام؟ وبالتالي ايونات الاو اتش السالبه هتتسحب خالص من المحلول، هتتسحب خالص من المحلول. هلاقي ان الامونيوم كهيدروكسيد اللي هو هيدروكسيد الامونيوم، هلاقي ايونات او اتش ببلاش موجوده من الميه، هيسحبها خالص من قلب الايه؟ من قلب المحلول. بقى عندي مين في المحلول؟ بقى عندي ايونات الهيدروجين الموجبه بس هي اللي مسيطرة على الموقف، وبالتالي هتميل الكفة ناحية الحمض، وبالتالي هو حمض التأثير، تمام. فبالتالي هلاقي ان زي ما هو ما حصل عندنا اهو، هلاقي ان ايونات الاتش موجودة معايا بكثرة، ايونات الهيدروجين، وبالتالي هو حمض التأثير. لما نيجي نكتب نحكي القصة اللي حصلت ليه المحلول بتاع ملح كربونات الصوديوم قلوي التأثير، هنقول لأنه يتميه، وفي دماغي كده أقوم قايل كربونات يعني حمض كربونيك اللي هو حمض ضعيف، والصوديوم اللي هو قلوي. طيب الصوديوم ان ايه واتش؟ لا ده قلوي قوي. فاهمين ايه اللي بيحصل في دماغي؟ فاهمين؟ ده اللي انت المفروض تعمله في الامتحان. يبقى انا دلوقتي قررت انا معايا حمض ضعيف ومعايا قلوي قوي، معايا حمض ضعيف وقلوي قوي. هنقول لانه يتميه في الماء الى حمض ضعيف غير تام التأين، واكتب بين قوسين ال H2CO3، وقلوي قوي طبعا قوي NaOH، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ تتراكم سحب ايونات الهيدروجين الموجبه. مين اللي سحب ايونات الهيدروجين الموجبه؟ CO3. لا ايونات الهيدروجين موجوده، راح ساحبها ونازل بيها تحت H2CO3، وبالتالي كون لي حمض ضعيف. بقى مين اللي موجود عندي في المحلول بصوره اكبر؟ كفه مين اللي رجحت؟ الاو اتش السالبه، الاو اتش السالبه. طالما الاو اتش السالبه هي اللي راجحه وهي اللي موجوده في المحلول، اكيد قلوي التاثير بيزرق ورقه عباد الشمس. وعلى البي اتش ميتر، جهاز شبه القلم كده، جهاز البي اتش ميتر، ايه البي اتش ميتر ده بيعمل ايه؟ ده جهاز الكتروني طبعا انسترومنتال، دلوقتي هي اللي محتله عالم التحاليل. مفيش حد دلوقتي بيمسك ورقه عباد الشمس ويشوفها زرقت ولا احمرت الا احنا مصر هنا. دلوقتي احنا في عصر التكنولوجيا، كلها اجهزه، تمام؟ وعالم كيمياء، الكيمياء التحليليه الاناليتيكال كيمستري، كبير جدا 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 ومليان اجهزه. اجهزه شغاله بالفلورسنس، تمام؟ دلوقتي عندي اجهزه شغاله بالاطياف، ماشي، سبكتروسكوبي. دلوقتي بتوصل ان انت تجيب لي مخلوط من ماده انت مؤلفها وقعدت تحط 100 حاجه على بعضها، احطها في قلب الجهاز تطلع لي مكوناتها بالنص، وتديني الذوبانيه بتاعتها قد ايه، والحامضيه ولا قلويه، وتوصيلتها للتيار الكهربي، كل حاجه عنها، كل حاجه عنها، تمام. اجابه تعلل تاني، نقول محلول كربونات الصوديوم ليه قلوي التاثير؟ هقول ذات بيكوز، او لانه بيتميه لمين بقى؟ كربونات، انا كربونات حمض الكربونيك والصوديوم هيدروكسيد الصوديوم، يعني حمض ضعيف وقلوي قوي. هنقول لانه يتميه الى حمض ضعيف غير تام التأين بين قوسين ال H2CO3، وقلوي قوي
تام التأين اللي هو ال NaOH، وبالتالي تتراكم أيونات الهيدروكسيد في المحلول نتيجة لسحب أيونات الهيدروجين بواسطة حمض الكربونيك، وبالتالي يكون المحلول قلوي التأثير. اللي بعد كده وآخر حاجة، لما أجي أفكر في حمض ضعيف، حمض ضعيف يعني حمض الأسيتيك صح؟ حمض الكربونيك صح؟ H2CO3. طب القلوي الضعيف أبتدي أفكر في الأمونيا، وأبتدي أخد من ده، يا إما زي المثال اللي موجود عندي CH3COONH4 أسيتات الأمونيوم، الشقين ضعاف، فجيت أحط الملح ده ملح شديد الذوبان في الماء بجد، الطرفين ما بيدوبوش، الطرفين مجرد ما حطيتهم خدوا كمان أيونات الهيدروجين طمعوا فيها وأيونات الـ OH، وادوني حمض وقاعدة، الاتنين مش عايزين يدوبوا في المية تمام، وبالتالي مش عايزين يتأينوا. فجيت أفك هنا عندي الـ H2O، طبعا خلي بالك لازم تعمل معادلة موزونة، أنا هنا عندي، أنا هنا الاتنين دي غلط يا شباب تمام، عندي الـ H2O هتتفك لأيونات الهيدروجين وأيونات الـ OH والـ CH3COONH4، هتتفك ليه CH3COO نيجاتيف احطها تحت ال H عشان يكون لي CH3COOH، وال NH4 اللي هي الامونيا احطها تحت الهيدروكسيد عشان اشوف الهيدروكسيد اللي هيتكون معايا ايه. ببص كده لقيت حمض الاسيتيك، اكتبه ايونات ولا اكتبه بحاله؟ اكتبه زي ما هو اكيد، لان هو مش هيتفكك معايا. انا بفهم اللي بيصحح ان انا دلوقتي معايا حمض ضعيف، هكتبه زي ما هو مش هينفع اكتبه ايونات. وال NH4OH هل هو NaOH؟ هل هو KOH؟ لا، دوت هيدروكسيد ضعيف، اكتبه هو كمان بحاله، وبالتالي الاثنين ضعاف، الاثنين بينزلوا ايونات الهيدروجين وايونات الاو اتش ولا لا؟ بينزلوا بس بكميه قليله جدا 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 تمام. هنا ده سؤال، لو انا دلوقتي قلت لك لا ده السي اتش 3 سي او اتش بيسيب ايونات هيدروجين في الميه، ما بيسيبش، لو قلت لك ما بيسيبش يبقى الكلام ده مش دقيق، هو رغم ان هو الكتروليت ضعيف بس بيسيب شويه جزيئات هيدروجين، بتزيد الجزيئات دي بالتخفيف زي قانون ما قلنا في قانون استخل تمام، بس بينزل كميه قليله تمام، بس طبعا لان الكميه قليله جدا جدا، كميه الهيدروجين اللي هيتفكك قليل جدا جدا بالنسبه للي هيتسحب، انا ما بكتبوش. والورقه ديت فيها كل حاجه، الاربع حالات اشرحها، طبعا نرجع تاني نشوف ايه اللي هيتكتب في حاله علل الاخيره دي، ليه محلول اسيتات الامونيوم متعادل التاثير على ابعاد الشمس بعد ما كتبت القانون وكتبتهم هما الاثنين بحالهم، اقول لانه بيتميز لحمض ضعيف غير تام التاين، حكيت بقى حمض ضعيف غير تام التاين وقلوي ضعيف غير تام التاين، يا ريت نحط بين قوسين هنا بعد حمض ضعيف اكتب حمض الاسيتيك، وبعد قلوي ضعيف غير تام التاين احط هنا مين؟ الهيدروكسيد، فيكون تركيز ايونات الهيدروجين القليله القليله جدا الناتجه بيكافئ تركيز ايونات الهيدروكسيد اللي قليله برضه الناتجه من الامونيوم، وبالتالي يكون المحلول متعادل، محلول متعادل. اثنين ضعاف بيشدوا حبل، اثنين توأم، زي الحمض الضعيف مع القلوي الضعيف عاملين زي ما تكون جبتوا اثنين توأم، والاثنين بيشدوا الحبل، الحبل هيتحرك ناحيه واحد فيهم؟ لا. طب الاثنين اقوياء اللي هو حمض قوي مع قلوي قوي، الاثنين اقوياء، هل الحبل هيروح ناحيه حد فيهم؟ برضه لا. اما لو جبت حمض قوي مع قلوي ضعيف هيشدوا ناحيه الحمض، فيبقى حامض التأثير، العكس لو حمض ضعيف مع قلوي قوي، القلوي القوي هيسحبه، وبالتالي هيبقى قلوي التأثير. اختصار الكلام ده كله شرح، يا ريت تعملوا الحركة دي دايما اللي أنا بعملها دي، الإلكتروليت اللي عندي ده حمض قوي مع قاعدة قوية، حمض قوي مع قاعدة قوية. أيونات الإتش اللي نزلت طبعا اتفك، الحمض القوي اتفك الأيونات الـ NA مثلا والأو اتش السالبة، أيونات الأو اتش موجودة بكثرة في المحلول هنا أهو، وأيونات الإتش موجوده برضو بكثره، الهيدروكسيد بكثره والاو اتش بكثره، ده قد ده، فالبي اتش هتساوي 7، الايونات الحره بتاعت الهيدروجين قد الاو اتش اللي موجوده من الهيدروكسيد، فخلاص كده هي ايه البي اتش بتاعتهم بتساوي 7 متعادله. الحمض الضعيف مع القلوي الضعيف، بصوا هنا انا الشكل البيضاوي ده انا بخمن او يعني بعتبره هو الايه الحمض، الشرطه دي الجزء الصغير ده، هو الجزء الصغير ده بس هو اللي هيتاين، هينزل لي كميه قليله جدا من الهيدروجين، وفي هيدروكسيد الامونيوم الجزء الصغير جدا ده هو اللي هيتقيم برضه ينزل لي عيون الاو اتش، بس لنفس العدد القليل من الاو اتش قد العدد القليل من الهيدروجين، وبالتالي تركيز ايونات الهيدروجين هتكون قد تركيز ايونات الهيدروكسيد، بي اتش بتساوي 7. كده خلصنا المتعادل. الحمض القوي مع القاعده الضعيفه ايه اللي بيحصل فيها؟ في الالكتروليت اللي عندي ده، عندي هنا دوت القاعده الضعيفه وده الحمض القوي،
الحمض القوي اتفك تماما لايونات الهيدروجين الموجبه، لايونات الهيدروجين الموجبه. الناحيه الثانيه في القاعده الضعيفه يا دوبك نزلت عدد قليل جدا من ايونات الهيدروكسيد الاو اتش السالبه. بقى مين عندي بيغلب؟ ايونات الهيدروجين طبعا، وبالتالي المحلول بقى حمضي. حتى لما فكيتها كتبت ال NH4OH محلها وايونات الهيدروجين لوحدها. نشرح اي واحد اخر واحده عشان نقفل الجزء بتاع التميه. حمض ضعيف مع قلوي قوي. الحمض الضعيف اتفك منه جزء صغير منه من ايونات الهيدروجين، القلوي القوي اتفك تماما لايونات الايه؟ السالبه، وبالتالي هو بيكون قلوي التاثير على عباد الشمس. وكده خلصنا التميه. اخر حاجه عندنا في التطبيقات اللي هي التطبيق رقم 6 اللي هو الخاص بحصل الاذابه. هتكلم شويه على الكي اس بي. زي ما اتفقنا قبل كده وزي ما اتكلمنا قبل كده، الرقم الكي ده انا بستفاد منه الثابت بتاع الاتزان، الثابت بتاع الاتزان. الثابت بتاع الاتزان ده بستفاد منه في حاجات كتيره جدا. هو عباره عن ايه؟ احنا لما كنا بنكتب الكي سي في قانون فعل الكتله كنا بنكتب كي سي بتساوي تركيزات النواتج مرفوعه للاس بيساوي عدد ايه؟ عدد المولات. عدد المولات، تمام؟ بكتب فوق النواتج وبكتب تحت المتفاعلات. بعد ما كتبت النواتج والمتفاعلات فالكي ديت بقدر اعرف منها النسبه بين تركيز النواتج لتركيز المتفاعلات. في الحمض الضعيف اللي هو الكي اي، بعد كده الكي ديت بتتغير، بتتغير بناء على ايه؟ بتتغير بناء على الحاجه اللي انا بتكلم عليها، على الحاجه ايه اللي بتكلم عليها. مثلا لو انا بتكلم على حمض ضعيف، لما بتكلم على حمض ضعيف بسميها كي اي، الاي ديت اختصار لايه؟ لاسيد. لو بتكلم على الميه كي دبليو اللي هي الووتر. لو بتكلم على البي الكي بي اللي هي البيز، صح؟ لو بتكلم على الذوبانيه او حاصل الاذابه كي سولوبيليتي كي اس بي. فانت لازم تعرف ان الكي ديت بتتنوع طبقا للمعادله اللي انا بتكلم عليها. الكي ديت كل ما كانت قيمتها كبيره، لو قيمتها كبيره ده معناها ان تركيز النواتج اللي طالعه معايا قيمتها كبيره كرقم، تركيز النواتج اللي طالع معايا اكبر بكتير جدا من تركيز المتفاعلات. زي ما بقول لكم هي الكي عباره عن علاقه بين التركيزات بتاعه النواتج على تركيزات المتفاعلات زي ما اتكلمنا. نقطه كمان اخيره، انا لما يكون عندي هنا بقى في الكي اس بي، الكي اس بي ده عباره عن ايه؟ ده حاصل الاذابه. يعني انا لما دوبت مسكت ملح كده ودوبته، يا ترى داب منه قد ايه؟ داب منه قد ايه؟ كل ما كانت الكي اس بي ديت هي علاقه ما بين النواتج قلنا والمتفاعلات، النواتج في البسط والمتفاعلات في المقام. فلو الناتج كبير، رقم كبير، ده معناه ان النواتج اللي ظهرت عن الدوبان كبيره، يعني ده بكتير من المحلول اللي ايه؟ من الملح اللي معايا او ايا كان اللي الحاجه اللي هتدوب في قلب الميه، سواء اسيد او بيز او صودا، تمام؟ اخر حاجه يا شباب كانت عندنا في التطبيقات حاصل الاذابه. هنبتدي اتكلم، هدي برضو اتكلم شويه على كيف الاخر. ففي الكي اس بي انا عندي حاصل الاذابه، بتكلم غالبا عن الكتروليت ضعيف، الكتروليت ضعيف. في الالكتروليت الضعيف ده لما بيدوب في الميه، هل هو تم التأيون هيتفكك خالص اه ولا لا؟ لا، بيفضل بحاله، صح ولا لا؟ انا دلوقتي عامل لك الالكتروليت الضعيف ده على الشكل البيضاوي ده اهو، طالما الكتروليت ضعيف هيدوب منه الاذابه هي التأيون، كل الكلام ده واحد. انا دلوقتي هيدوب منه في المحلول، هيتفكك منه في المحلول الجزء البسيط الصغير ده، زي الكي اي بالظبط، زي الحمض الضعيف في قانون ستاخل، هيتفك الايونات موجبه وايونات سالبه، ايونات موجبه وايونات سالبه. عندي مفهوم تاني اسمه درجه الاذابه، درجه الاذابه. ايه درجة الاذابة ده؟ بيبقى تركيز قد ايه من الالكتروليت ده داب، قد ايه من الالكتروليت داب. زي مثلا عندي اهو البي بي بي ار 2 بروميد الرصاص ده، لما بيتفك بيتفك ليه ايونات الرصاص وايونات البروم سالبة. فانا عندي هو شحيح الذوبان في الماء، الجزء ده لما تفك الايونات البي بي بي ار 2 ده هيتفك ليه ايون الرصاص موجب 2 وايون البروميد. انا معايا كام ايون بروميد؟ 2. هيتفك البي ار وبي ار، تمام؟ لما اجي اكتب الكي اس بي او حاصل الاذابه اللي عندي داب قد ايه، تعتقدوا انتوا في اعتقادكم ان الكي اس بي هيطلع رقم كبير ولا رقم صغير؟ اللي فاهم هو اللي هيعرف. صغير. طب ليه صغير؟ لان الناتج عن الاذابه قليل جدا. طب ليه قليل جدا؟ لان هو الكتروليت ضعيف. طالما الكتروليت ضعيف فبالتالي هتكون النواتج اللي طالعه من عمليه الاذابه اللي عندي قليله، تمام؟ تاني، نقول تاني، انا دلوقتي لما يكون معايا ثابت
ثابت اللي موجود معايا اللي هو ثابت الاتزان، اللي هو مثلا ممكن يبقى كي اي كي بي ايا كان. اول حاجه خدناها في الباب السابع قانون فعل الكتل، كنا بنحط تركيزات النواتج على المتفاعلات، تركيزات النواتج على المتفاعلات. المتفاعلات لو اتفكت خالص اكيد النواتج دي هتبقى كبيره، صح ولا لا؟ اكيد. والمتفاعلات اللي تحت دي هتبقى صغيره، طالما البسط كبير والمقام قليل يبقى الكي ديت كبيره، لان الكي اس بي ديت هي ليها علاقه طرديه مع النواتج وعلاقه عكسيه مع المتفاعلات. يعني ايه؟ يعني كل ما كانت تركيزات المتفاعلات كبيره كل ما الكي كانت قليله، كل ما تركيزات النواتج كانت كبيره كل ما الكي هتكون كبيره. ده العلاقات ما بينهم. عندي قلنا كي عندي انواع كتيره، منها الكي اس بي. الكي اس بي بتاعت السولوبيليتي دي اللي هي الكي بتاعت الذوبانيه، الذوبان بقيس عن طريق الكي اس بي مدى ذوبان الالكتروليت الضعيف ده في قلب الميه. معنى الالكتروليت، الالكتروليت ده ماده بتوصل التيار الكهربائي، هي ماده بتتحول لايونات في قلب المحلول، يعني مجرد ما ابتدي احطها في قلب المحلول كده بتتفكك لايونات، ايونات موجبه وايونات سالبه. الالكتروليت ده بيتقسم لالكتروليت قوي والكتروليت ضعيف. الالكتروليت القوي ده هو مجرد ما احطه في الميه بيتحول لايونات بالكامل، ما بلاقيهوش موجود، حطيته في الميه اتفكك لايونات في ساعتها، وبالتالي شديد التوصيل للتيار الكهربي، عكس الالكتروليت الضعيف. الالكتروليت الضعيف زي الشكل اللي انت شايفاه قدامك ده كده، تمام؟ اول ما بحطه في الميه بيتكسر منه جزء صغير جدا بايونات موجبه وايونات سالبه، وبالتالي لتوصيله للتيار الكهربي بيوصل، بس بيوصل بدرجه عاليه ولا قليله؟ قليله جدا، لان الايونات اللي بتنقل التيار الكهربي جوه الالكتروليت ضعيف. الالكتروليت الضعيف دوت اللي هو زي بروميد الرصاص البي بي بي ار دوت بيتقسم لحاجتين، بيتقسم ليه طبعا بيتفك الايونات البي بي موجب 2 والاثنين بي ار، كميه اللي اتفك وكميه الايونات اللي موجوده في المحلول الناتجه ديت قليله جدا، قليله جدا. اهو شايفين الجزء، انا حتى مصغر الجزء بالشكل الكروكي ده، شحيح الذوبان في الماء، فالايونات ديت هنا قليله جدا، والراسب او الملح ذات نفسه ده موجود بنسبه كبيره جدا. كده الكي اس بي كبيره ولا صغيره؟ هيطلع معايا رقم كبير ولا صغير؟ صغير صح، لان الايونات اللي طالعه معايا قليله جدا، اللي داب من الملح اللي معايا قليل جدا، يبقى ده معناه ان انا عن طريق الكي او عن طريق الثابت بقدر اعرف اذا كان الملح دوت بيدوب في الميه ولا لا. ذوبانه بيدوب بنسبه كبيره منه، فساعتها الكي هتكون كبيره لان تركيزات الايونات اللي طالعه كبيره، ولا بيدوب بكميه قليله وبالتالي الكي هتكون قليله لان الايونات هتبقى قليله. فهمتوا؟ في عوامل كتيره جدا بتاثر طبعا. انا عندي المذيب لما ادوبه في ميه غير لما ادوبه في حمض. الكي اس بي بتاعت اي الكتروليت معين دوت هيقول لك ده الكي اس بي للحاجه الفلانيه في قلب الميه، ساتسفايد بالمذيب والمذاب الاثنين، تمام؟ عندي بقى كذا مفهوم، عندي كلمة حاصل الإذابة، حاصل الإذابة، وعندي درجة الإذابة، عندي حاصل الإذابة ودرجة الإذابة. الناتج مداه ما بين موجب زي ما يطلع، يعني التركيزات بتاعت النواتج كبيرة جدا وسالب قليل جدا، ديت علاقة نسبة، علاقة النسبة ديت يمينة مختلفة بتغير المعادلة، المعادلة دي بتطلع لي نواتج ولا لأ، وتركيزها بالنسبة للمتفاعلات إيه، فهي قيمة مطلقة، في تفاعلات تامة، التفاعلات التامة لو جيت أشوف لها كي هلاقي لها عالية جدا، مفيش أصلا بسط، اختفى المتفاعلات، وبالتالي هتكون عالية قوي. أما لو أنا عندي بتكلم على الكتروليت ضعيف سواء في الذوبان سواء في تحوله للتأيون سواء أي حاجة، هلاقي إن هو قيمة قليلة جدا، لأن الناتج من التفاعل سواء معادلة أيونية أو ذوبانية أو أي كلام من ده، هلاقي إن مفيش حاجة طلعت معايا. أيونات في حالة البروميد، بروميد الرصاص هنا قليلة جدا، فأكيد الكي اس بي هلاقيها رقم قليل جدا. وطبعا لان حاصل الاذابه بيتكلم على الكتروليت ضعيف في الغالب زي ما عندكم، هلاقي ان الكي اس بي غالبا بالسالب. ليه بالسالب؟ لان انا بتكلم على حاجات شحيحه الذوبان في الماء، حاجات لو حطيتها زي الملح كده او حطيت مكعب ملح وقعدت ادوب هلاقي داب منه جزء صغير، والمكعب زي ما هو اللي انفصل من الملح جزء بسيط جدا من الايونات، حتى لو زودت ميه زي قانون ستافل هلاقي ان برضه كميه قليله جدا بس هي اللي اتفككت من ايونات. وصلت؟ يبقى اول مفهوم اللي هو حاصل الاذابه واتكلمنا عليه. تاني حاجه، في حاجه اسمها درجه الاذابه. درجه الاذابه ايه؟ درجه الاذابه دي طبعا هنا تركيز البي بي بي ار 2 ده صلب، ماده صلبه ملح، بيفضل ثابت عشان كده شلته من تحت. حاصل الاذابه ده تركيز ايه؟ هو حاصل ضرب تركيزات الايونات الناتجه من اذابه مركب ايوني شحيح الذوبان. شحيح الذوبان يعني الكتروليت ضعيف، وكل ما ارفعه لأس بيساوي عدد الايونات اللي موجوده في حاله اتزان مع محلوله المشبع. هنا يا شباب لو عايز اكتب
الكي اس بي بتاعت كبريتات الباريوم، البي بي البي اي اس او 4، طبعا ده ثنائي وده اس او 4. خلي بالك من كتابه عدد المولات، زي هيدروكسيد الالومنيوم لازم اكتب 3 او اتش، ده هيغير معاك ناتج الكي اس بي، لان الكي اس بي هتساوي الالومنيوم ماشي والهيدروكسيد مرفوع لاس 3. تخيل لو انت نسيت الثلاثه دي، بوظت الناتج بتاع الكي اس بي وطلع معاك ناتج غير حقيقي. تمام، المسائل عندك حاجه من حاجتين، ديت دايما بتيجي في مسائل. نبتدي ناخد مسائل. لو انا دلوقتي جبت لك في المثال ده، اذا كانت درجه ذوبان كلوريد الفضل اي جي سي ال هي 10 اس سالب 5، لاحظ بالسالب دايما بالسالب، ده معناه ان المتفاعلات اللي موجوده ديت اكبر من النواتج، ده معناه ان هو ده كله ما دابش، جزء صغير منه اللي هو الايونات ديت اللي اتفككت، وبالتالي الكي اس بي ده هيتشال طبعا لانه ماده صلبه، زي ما خدنا في قانون فعل الكتله اي راسب او اي ميه دي تركيزها ثابت مش هيتغير، وبالتالي بشيلها من المعادله. يبقى الكي اس بي بتساوي ايونات الاي جي زائد في ايونات السي ال بتساوي 10 اس سالب 5. طيب الاي جي سي ال دي ذات نفسها لو انا معايا درجه الذوبان بتاعتها، يعني ايه درجه الذوبان؟ احنا خلاص فهمنا يعني ايه حاصل الاذابه اللي هو الكي اس بي. ايه درجه الذوبان دي؟ يعني كميه الاي جي سي ال اللي دابت في المحلول، كميه الاي جي سي ال اللي دابت في المحلول، كميه الاي جي سي الاي جي سي ال اللي دابت في المحلول، يعني اللي داب من ده 10 اس سالب 5. هلاقي لما تركيز الاي جي سي ال ب 10 اس سالب 5 يبقى تركيز اللي داب، يبقى تركيز ايونات الفضه قد ايه؟ يقول لك درجه ذوبان كلوريد الفضه الاي جي سي ال ديت 10 اس سالب 5، 10 اس سالب 5. ال 10 اس سالب 5 دي الكميه اللي دابت من الاي جي سي ال، الكميه اللي دابت من الاي جي سي ال ديت اللي هي 10 اس سالب 5، الكميه ديت اتفكت لايه؟ اتفكت لاي جي وسي ال. يعني انا دلوقتي لو معايا 100 كيلو مثلا من الاي جي سي ال، ولقيت في معايا 10 كيلو منهم هم اللي دابوا، اللي دابوا دول هيتحولوا لايه؟ لايونات، صح ولا لا؟ هتديني كام ايون من ال 10؟ هيديني كام ايون فضه؟ نفس الرقم 10. بص يا سمر، انا لو معايا 10 اي جي سي ال هتديني كام اي جي؟ هتديني 10 اي جي و10 سي ال، فهتديني نفس التركيز نفس الرقم. في الصور هنا مثلا عندي الاي جي 2 سي ار 2 او 7، تمام؟ درجه الاذابه الكميه اللي دابت من الاي جي 2 سي ار 2 او 7، تمام؟ كرومات الفضه ده داب منه قد ايه؟ داب منه الرقم ده، داب منه الرقم ده. في المثال ده يا شباب احسب حاصل الاذابه الكي اس بي المحلول كرومات الفضه الاي جي 2 سي ار 2 او 7، اتفك المحلول ومديني حاصل الاذابه، تمام؟ حاصل الاذابه. انا دلوقتي عايز اعرف ايه درجه الاذابه. في مشكله عندي اللي هي المشكله بتاعه عدد المولات المفككه بتساوي قد ايه من عدد المولات الاساسيه قبل التفكك. زي مثلا معايا اي بي، تمام؟ معايا 10 عربيات اي بي، كل عربيه راكب فيها راجل وست، راجل ايون موجب والست ايون سالب، تمام؟ هيبقى عندي كام راجل من ال 10 عربيات هيخرجوا؟ 10، تمام. وفي كام ست؟ 10. لما حد بيقول لي 5 ده معناه ان ال 10 عربيات اللي جواهم 10 رجاله و10 ستات قسم ال 10 عربيات دول على الاثنين، لا، انت بتتعامل مع اشاره السهم، بتتعامل مع السهم على انه يساوي. لما اجي اقول لك لا، ده علاقه بين عدد المولات خاصه في المعادله الايونيه. لو انا دلوقتي عندي ملح اسمه اي بي، فكيته بالمعادله الايونيه الاي موجبه وبي سالبه، وعندي 10 مول من الاي بي اتفكوا خلاص بقوا اي موجبه واي سالبه، هيبقى عندي كام مول اي وكام مول بي؟ هيبقى عندي 10 وعندي 10، تمام؟ ده بالظبط اللي بيحصل. فلما اجيب لك مثلا قلت لك ان الجزء ده نفس الكلام بالظبط، قلت لك ان الجزء اللي اتفك من الاي جي 2 سي ار 2 او 7 ده اكس اكس، تمام؟ درجه الاذابه اهي، تمام؟ لا، كله زي بعضه في عدد المولات، في عدد المولات، اما اللي رايح جاي دوت تفاعل انعكاسي واللي في ناحيه واحده دوت تفاعل تاني، تمام؟ من ناحيه عدد المولات لو فكيت عدد المولات تمام. المهم الجزء ده يا شباب ليه درجه اذابه معينه، اتفك الاي جي 2 سي ار 2 او 7 ليه عدد الايونات، ليه درجه اذابه، يعني الكميه ديت فيها تركيز معين، التركيز ده هو قد تركيز الاي جي وقد تركيز الاي جي الثانيه وقد تركيز السي ار 2 او 7، الثلاث تركيزات دول قد تركيز الحته اللي انفصلت دي. يعني انا لما اديك درجه اذابه للملح ده، تمام؟ الكميه اللي دابت من الملح ده اتفصلت لاثنين اي جي وسي ار 2 او 7، فهتديني اثنين من ايون الاي جي، اثنين من ايون الاي جي وسي ار 2 او 7. الاكس دي هي عدد العربيات، عدد العربيات كان راكب في العربيه دي 2 اي جي، فهضرب 2 في عدد العربيات.
وعندي راكب واحد بس من السي ار 207، فعشان كده حطيتها لوحدها. وصلت؟ يبقى انا دلوقتي معايا 10، عندي العدد ده من العربيات اللي هو الاكس، عندي عدد ايونات العربيه دي راكب فيها مين، الاي جي والاي جي والسي ار 207، فاكيد اللي داب ده جواه الاكس دي جواها نفس العدد من الاي جي والاي جي والسي ار 207. فعلشان كده لما يكون عندي عربيه راكب فيها 2 اي جي هضرب في عدد العربيات الايه الاكس والسي ار 207 اكس. طيب تعالوا نحل الامثله اللي موجوده معانا هنا. لو انا دلوقتي عايز احسب حاصل الاذابه، لا هو عايز درجه الاذابه، سوري هنا في خطا مطبعي. تمام، احسب درجة الإذابة لملح كرومات الفضة طبقا للمعادلة دي. تمام، علما بأن حاصل الإذابة اللي هو الكي اس بي اللي موجود معايا اللي معلوم ده درجة الإذابة، الغلطة هنا. تمام، ليه أس 2؟ قانون فعل الكتلة، مش احنا بنقول كل مرفوع لأس بيساوي عدد المولات؟ ده بالظبط اللي حصل، ده في القانون ماليش دعوة، أنا بتكلم على الإكسات اللي جوه ديت لازم تبقى مفهومة. تمام، فانا عندي الاكس هنا بعوض عنها وخلاص طلعت الكي اس بي. تمام، نرجع تاني بس للمحاضره. يبقى هنا انا عندي عدد معين من الاي جي سي ال، تركيز معين من الاي جي سي ال، داب في قلب المحلول اللي هو درجه الذوبان اللي هي 10 اس سالب 5، اتفك في المحلول للاي جي وللسي ال، فطبعا هيكون عندي الكي اس بي، احط ال 10 اس سالب 5 ديت احطها مكان الاي جي وكذلك السي ال، الاثنين ليهم نفس التركيز، ليهم نفس تركيز ايونات كلوريد الفضه اللي انفصلت، صح ولا لا؟ فاحط نفس القيمه هتطلع معايا 10 اس سالب 10، هنجمع الاسس. تمام، يبقى الكي اس بي بتساوي التركيز ده وتساوي التركيز ده، هضرب 10 اس سالب 5 في 10 اس سالب 5 تطلع لي 10 اس سالب 10. تمام، بالظبط. تمام، احسب حاصل الاذابه الملح كبريتات الفضه الاي جي 2 اس او 4، علما بان درجه الاذابه يعني الكميه اللي هتدوب من الملح ده 1.4 في 10 اس سالب 2، 1.4 في 10 اس سالب 2. تعالوا نبص كده، انا عندي كام مول من الاي جي، اتفك الكام مول ده، الوحده، الوحده اللي اتكسرت، اتكسرت لايه؟ ل 2 اي جي و1 اس او 4، يعني كان جوه انا دلوقتي عندي جزء من الملح داب، جزء من الملح داب، الجزء اللي داب ده طلع لي ثلاث حاجات، ثلاث حاجات، 2 اي جي و2 اس او 4 بتركيز نفس تركيز درجه الاذابه، نفس تركيز درجه الاذابه ديت بالظبط. المثال بتاع العربيه، عربيه راكب فيها ثلاث ركاب، ثلاث ركاب 2 اي جي واس او 4، لو عندي 10 عربيات هيطلع مني 20 اي جي و10 اس او 4. وصلت؟ فانا دلوقتي الكي اس بي، عشان كده ضربت 2 في درجه الاذابه، ضربت 2 في درجه الاذابه، هتبقى 2 في درجة الإذابة، طلعت معايا التركيز بتاع الاي جي أهو، وعندي مول واحد بس من الاس او 4 حطيته. تمام؟ بس ما انساش إيه؟ أنا عندي الاي جي دي قدامها كام؟ قدامها 2، أحط 2 فوق القوس ده وأحسب يطلع الناتج. تمام؟ أرفع الأس، مظبوط. احسب حاصل الإذابة الملح هيدروكسيد الألمنيوم الـ ALOH باي 2، درجة الإذابة بتاعته كذا. هيدروكسيد الالومنيوم اللي هو الاي ال او اتش باي 3 ده ليه درجه اذابه اللي هيدوب منه 10 اس سالب 6 كام مول لكل لتر. طب هنا هيتفك كام جزء؟ هيتفك الاربع اجزاء. هيتفك كام جزء؟ ده اربع اجزاء، ايون الالومنيوم الموجب وثلاثه من ايون الهيدروكسيد السالب، وثلاثه من ايون الهيدروكسيد السالب. فلما هاجي اكتب هكتب القوس بتاع الاي ال، ماشي، في 3 اكس، الاكس ديت اللي هي درجه الاذابه، او 3 او اتش مرفوع لاس 3، وعوض تعويض مباشر يطلع معايا الكي اس بي. هنا بقى ايه اللي حصل؟ احسب درجه اذابه ملح كبريتات، عايز بقى انا هنا مديك الكي اس بي وعايز درجه الاذابه، عكست، كنت دايما بديك بتعويض مباشر. تمام، احط لك درجه الاذابه تعوض عنها بقانون الكي اس بي يطلع معاك الناتج وخلصنا. لا، العكس بقى هنا، هعوض عن درجه الاذابه باكس، هعوض عن درجه الاذابه باكس. اجي الاول اشوف كبريتات الفضه اللي موجود معايا، كبريتات الفضه ديت هتتفك لي 2 اي جي موجبه وواحده اس او 4 سالب 2. تمام، اتفكت لثلاث حاجات، اتفكت لثلاث حاجات، ابتدي اوزعهم في المعادله. انا طبعا الكي اس بي بتساوي الاي جي موجبه اس 2 في تركيز الاس او 4 سالب 2،
هلاقي ان هو اتفك الاثنين من درجه الاذابه. درجه الاذابه اكس ديت هي ايه؟ هي الكميه اللي اتفكت، التركيز اللي اتفك من الاي جي 2 اس او 4. تمام، يبقى 2 اكس، يبقى 2 اكس اس 2 في التركيز بتاع الاكس الثاني اللي هو خاص بالاس او 4. شايفين الاس او 4 نزلت اكس، الاي جي طبعا هم 2 موجودين عندي فنزلتهم زي ما هم اس 2. وبالتالي لما 2 اس 2 ب 4، 4 اكس تربيع في اكس يبقى 4 اكس تكعيب، بيديني حاصل الاذابه اللي هو الرقم ده. اجيب الاس، خلصت المساله. تمام، احسب حاصل الاذابه الملح كبريتات الباريوم علما بان التركيز. هنا بقى مش كاتب لك درجه الاذابه، هو الراجل كتر خيره، لا بيقول لك احسب عدد مولات ولا احسب عدد حاجه، مديك التركيز جاهز، بيقول لك خد عوض، بيقول لك خد عوض، ارفع بس للاس اللي بيساوي عدد المولات وعوض في ساعتها. هنا بقى يا شباب لما اجي ابص على عندي ثلاث حاجات بختلف ما بينهم، عندي التركيز وعندي درجه الاذابه وعندي حاصل الاذابه، دول الثلاثة اللي بيلعب عليهم. لو جاب لي درجة الإذابة بشوف عندي الملح اللي اتفكك ده اتفكك لكام جزء. لو عندي مثلا اتفكك فيه لأيون جزئين أحط 2 إكس، لو اتفكك لجزء أحط إكس، 3 إكس وهكذا. وأرجع تاني لو هو ثلاث أجزاء أرفعه لأس 3، قانون فعل الكتلة. تمام؟ طيب ده في درجة الإذابة. لو مديني التركيز بقى جاهز، هنا بقى الراجل كتر خيره بيقول لي تركيز ايونات الباريوم كذا، تركيز ايونات الباريوم كذا، ادي ايونات الباريوم. طيب تركيز الايونات الباريوم مش قد تركيز ايونات الاس او 4؟ ايوه صح، لان نسبه 1:1، ده 1 مول وده 1 مول، هل في اختلاف؟ طب لو دي كانت 2 مول اضعف الرقم، اضعف الرقم. وصلت ولا لا؟ بقدر استدل على التركيز الثاني من التركيز الاولاني اللي هو مدهولي، بس خلي بالك اللي مش وزن المعادله خلاص راح في داهيه كده. تمام، عوض طلع معايا الناتج. نيجي نبص هنا، بيدوب ملح فوسفات الكالسيوم، الفوسفات تركيزه كام؟ ثلاثي، فياخد 3 سي اي، والسي اي تكافؤه قصدي كام؟ ثنائي، فياخد 2 فوسفات. لما ملح زي ده يدوب هيديني كام جزء؟ 5 اجزاء، 5 اجزاء. تمام، هيديني جزئين من البي او 4 وثلاث اجزاء من السي اي. احسب تركيز ايونات الفوسفات عندما يكون تركيز ايونات الكالسيوم 10 اس سالب 9، 10 اس سالب 9. انا دلوقتي كتبت المعادله بتاعت الكي اس بي، خلي بالك لازم في كل مساله تكتب معادله الكي اس بي. قلت هي تركيز ايون الكالسيوم اس 3، ليه اس 3؟ لان عدد المولات اللي عندي 3، والتركيز بتاع البي او 4 اس 2. انا مديك طبعا مديك الكي اس بي ب 10 اس سالب 33 اهي، والثانيه تركيز ايونات الكالسيوم 10 اس سالب 9، قلت اس 3 اتبقى ده الوحيد اللي مش موجود، اطلعه بتعويض مباشر. المساله لما يحب يلعب شويه ولا يحب يعني يصعب الموضوع شويه هيعمل ايه؟ هيخليك تجيب التركيز، التركيز كان بيساوي ايه من الباب السادس؟ عدد المولات على الحجم. يوم ما يفكر بقى يزود الصعوبه شويه هيعمل ايه؟ هيديكي هيقول لي هيبقى عايزني اجيب التركيز بس، هيبقى عايزني اجيب التركيز مش اكتر. تمام، التركيز دوت هيديني كتله وهيديني حجم، هيديني كتله وهيديني حجم. بس المهم عند تسخين 50 سم مكعب من محلول مشبع اللي هو هيدروكسيد المغنيسيوم حتى تمام التطاير، اتبقى قد كده من الملح، قد كده من ايه؟ من الملح. الملح ده بيساوي طبعا اطلع المول، هو عايز درجه الاذابه بتاعه الملح وحاصل الاذابه. المول بيساوي 24 اللي هو بتاع الام جي، و2 في 17 بتاع الاو اتش طلع ب 58 جرام. عدد المولات بيساوي الكتله بالجرام على كتله المول. تمام، طلعت منها التركيز عدد المولات، وبعد كده التركيز عندي بيساوي درجه الاذابه. تمام، بعد كده عوض تعويض مباشر، ما فيهاش حاجه دي، مساله سهله يعني. يعني بص هو ساعه ما يديك الكي اس بي ويقول لك هات لي درجه الاذابه، وهيحاول يلخبطك ساعه ما يديك التركيز ويشوفك هتشتغل بيها كانها درجه اذابه ولا هتشتغل بيها كانها تركيز. تركيز احطها في ساعتها. تمام، تركيز احطها في ساعتها، اقول له تسلم ايدك انا اللي هدور اتفصلت لكام جزء ولا اي كلام من ده، اقوم حاططها وارفع العدد المولات، قص العدد المولات واحل. اما لو مديني درجه الاذابه اشوف اتفصلت لكام جزء. تمام، عند الاي جي 2 الاي جي 2 سي ار 207 ده اتفصلت لاثنين جزء من الاي جي وجزء واحد بس من الكرومات. تمام،
عندي مثلا البي بي سي ال 2 ديت اتفصلت لثلاث اجزاء لو مديني درجه الاذابه وهكذا. او اما لو مديني التركيز اعيد تاني، لو مديني التركيز هعمل ايه؟ هعوض بالكي اس بي، احط التركيزات مرفوعه للاس زي ما المعادله موجوده. لو 2 بي، لو 2 سي ال هيبقى سي ال اس 2 وخلاص. تمام، يعني ناخد رقم 2 السي يو اس عايز الثابت ويدي التركيز ونسبه التأين عادي بالظبط. ثابت التأين دوت اللي هو الكي في المعادله الايونيه بتاعت السي ده. احنا كده رجعنا للمحاضره اللي قبل منها بتاعت درجه التفكك ديت، مسائل من نوع تاني، دي المحاضره اللي فاتت مش في المحاضره دي. دي كده تجربه ستافل درجه الايه؟ الاذابه. ومديني حاصل الاذابه، مديني حاصل الاذابه، يبقى مديني الكي اس بي وعايز المين؟ درجه الاذابه. ساعتها بدور بعوض عن درجه الاذابه باكس، بعوض عن درجه الاذابه باكس. هنا اهو الكي اس بي موجود عندي، انا هنا عندي السي يو اس اتفك لمين؟ لجزئين بس. ادي عندي هو ملح شح الذوبان في الماء اتفصل لي سي يو نحاس واس، يبقى الكي اس بي هتديني السي يو وهتديني تركيز الاس. هل في عدد مولات مختلف ولا واحد لواحد؟ واحد لواحد، فهتبقى اكس اس 2. اجيب الجذر بتاع كي اس بي وخلص. محدش يحل كده، انا بشرح الحل ده شرح. تمام، اكتب المعادله الاول الكي اس بي بتساوي بين قوسين السي يو، بعد كده بين قوسين الاس، وبعد كده ابتدي اعوض بالمعادله دي، بعد كده اكتب الكي اس بي بيساوي الاكس تربيع وابتدي اعوض يطلع معايا الناتج. تمام، حب يطور الموضوع شويه زي المساله رقم 3، قال لي يتكون محلول مشبع حجمه 100 ايه؟ 100 مللي. هو كده مدي لي حجم انساني كرومات الايه؟ الفضه اي جي 2 سي ار 207 عند اذابه 16 جرام منه، 16 من 100 جرام. مديني كتله، يعني هو ده يعني شايفين الكيمياء يعني المنهج بتاعكم تافه. يوم ما حب يصعب الموضوع راح مداني كتله ومديني حجم. الكتله ديت هقسمها على مين؟ هقسمها على الكتله الموليه او كتله المول الواحد، طلع لي عدد المولات. بعد كده اقسمها على الواحد من 100، حول ال 100 مللي دي لمين؟ هينفع اقسمها على 100 مللي على طول عشان اطلع التركيز؟ لا، لازم احولها للتر، لان التركيز بيساوي عدد المولات على الحجم باللتر، يطلع لي الناتج بالمولر. تمام، انا دلوقتي عندي الكتله وعندي الحجم. تمام، الحجم اطلعه باللتر اهو زي ما احنا شايفين. الكتله اقسمها على كتله المول، وبعد كده اقسم الناتج على الحجم باللتر يطلع لي التركيز، يطلع لي التركيز. بعد كده اشوف الاي جي 2 سي ار 207 ده اتفك لمين؟ لاثنين اي جي وواحد سي ار 207. تمام، بس انت طلعت التركيز ما طلعتش درجه الاذابه. درجه الاذابه كنت اكتب 2 اكس في حاله الاي جي، كنت اكتب 2 اكس في حاله الاي جي. لو طلعت تركيز او جاب لك في المساله تركيز اعوض على طول باس 2. وصلت الحته دي ولا لا؟ حاله من حالتين يا شباب، حاله من حالتين، لا ولا يهم، عندي حاله من حالتين. نفس المسألة دي بس فوق الـ AG2CR207، بس فوق هنا كان مديني درجة الإذابة، كان مديني درجة الإذابة. طالما درجة الإذابة لسه هفكر الجزء اللي أذيب ده اللي التركيز بتاعه اللي فوق ده اتفك لمين؟ لـ AG و AG موجبة و CR207، لأن هو قال لي درجة الإذابة. ساعة ما جه اتكلم ما اتكلمش على دول، ما اتكلمش على دول خالص، لا اتكلم لي على الجزء ده قبل ما إيه؟ ما يزاد. اتكلم لي على الجزء اللي موجود من الاي جي 2 سي ار 207، انا لسه هفكه في المعادله، لسه هفكه في المعادله، فمحتاج اعرف ايه تركيز الاي جي، ايه تركيز الاي جي. طالما زاد الجزء ده من الاي جي 2 سي ار 207 هيذاب لضعف التركيز اي جي، صح ولا لا؟ ضعف التركيز اي جي، لان في المعادله اديتني 2 اي جي. تمام؟ هنا احنا بنتكلم على مين؟ على درجة الإذابة، لأن درجة الإذابة دي معناها التركيز اللي أذيب من الملح. تمام؟ أما أنا عندي حالة الـ CR207 لما اتفك إداني نفس التركيز من درجة الإذابة، لأن نفس التركيز واحد لواحد. تمام؟ فهنا أبتدي بقى هنا بشتغل إيه؟ بالـ 2X وبالـ X عادي. طيب
هنا يا شباب ساعة يبقى احنا هنا فهمنا لما اتكلمنا على درجة الإذابة اضطرينا نفك، اضطرينا ايه نفك تمام. اما لما اتكلم على التركيز، مش القوسين دول كلهم على بعض كده التركيز، مش القوسين دول كده مع بعض التركيز، هنا تحت انت طلعت التركيز الحمد لله، او هو في المسألة قال لك تركيز الايونات دي اهي جاهزة اهي، ما تفكهاش ولا تقعد تضرب ولا تجمع ولا كلام من ده، التركيز اهو 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 تمام. ورفعته للأس بيساوي عدد المولات، ليه؟ قانون فعل الكتلة، هو بيقول كده، قانون الراجل اكتشف القانون، قال لك مرفوع للأس بيساوي عدد المولات، هتقول له لأ؟ لأ. والتركيز أهو نزل بتاع سي ار 207، رفعته على طول لإيه؟ للأس بتاعه، هنا مفيش إلا مول واحد بس من سي ار 207، فما كتبتش حاجة هنا. وصلت؟ يا رب تكون فرقت بين درجة الإذابة والتركيز. درجة الإذابة هي عبارة عن تركيز أه، بس تركيز الملح قبل ما يتفك. إنما تركيز الأيونات ده موضوع تاني. انت شغال على الملح قبل ما يتفك، الملح الجزء اللي هيدوب منه اشتغلت عليه، لا ده انت بتشتغل على الحاجات اللي هتدوب اللي لسه هتدوب. هو مديك معلومه مثلا في اندكس بتاع التفاعل ولا حاجه، قال لك والله الكي اس بي ب 10 اس سالب كذا تمام. درجه الاذابه دي حاجه والتركيز حاجه، الاثنين اه تركيز، بس درجه الاذابه دي كميه الملح اللي هيدوب لما احطه في الميه، كمية الملح اللي هيدوب لما احطه في المية، ده في درجة الإذابة. يعني أنا لو هنا مطلع درجة الإذابة مش مطلع التركيز، هقول درجة الإذابة في 2، درجة الإذابة في 2. أما أنا لو مطلع التركيز، أنا خلاص طلعت التركيز بتاع الأيون في المية عامل إزاي؟ خلاص طلعته قد إيه؟ تمام؟ الاثنين دي، طب أنت هنا عندي 2 أي جي وعندي سي آر 207. أنت مستغرب الاثنين دي طب هتروح فين؟ ازاي ليهم الاثنين نفس التركيز؟ ما انت ضربت يا راجل يا طيب فوق في 2 عشان انا عندي هنا عدد المولات، اما التركيز ثابت. ليه ما ضربتش عدد المولات في التركيز؟ لان انا هنا يا زينب مطلع تركيز مش مطلع درجه اذابه، مطلع تركيز مش مطلع درجه اذابه. درجه الاذابه في عدد المولات، اضرب درجه الاذابه في عدد المولات. لو جاب لي اي كلمه درجه اذابه اضربها في اي كلمه عدد مولات، اي عدد مولات هيطلع معايا من الايه؟ من الناتج. اما لو جاب لي التركيز احط على طول وارفع للاس، في الحالتين برفع للاس، كده كده برفع للاس. لو جينا نبص فوق هنا، هنا رفعت للاس ولا لا؟ لكن التركيز بالظبط ما ضربش، يبقى فوق اهو ده درجه اذابه، ضربت هنا وطلعت للاس 2، عشان كده الاثنين ديت لو مش موجوده تمام ما كنتش لا رفعت للاس 2 ولا ضربت في 2. هنا ده وحيد، ما فيش الا واحد بس، واحد مول نسبه 1:2، فهو اتفك الاكس اهو، شايفين نزل 2 اكس، درجة الاذابة بتاعتهم اتفكت اهي. الاكس دوت عدد عدد المولات في اللتر او تركيز بتاع الملح ده قبل ما يتفك تمام. الناس اللي هتتفرج على اليوتيوب ممكن ما تبقاش ثابته معاه، بص يا ابني اللي هيتفرج بعد كده على الايه على الفيديو، لو انت دلوقتي وانت شغال في المسألة تمام، لقيت كلمة تركيز او طلب منك تطلع التركيز زي هنا كده، مديك كتلة ومديك حجم، الكتلة هتقسم على الكتلة المولية وتطلع عدد المولات، تقسم على الحجم طلعت التركيز تمام. انت الحمد لله طلعت التركيز بتاع الايونات، خلاص تكتب التركيز على طول الاثنين زي بعض وترفع للاسس، هنا والله 3 وهنا 5، ارفع العب في الاسس هنا تمام. اما التركيزات هي موجودة زي ما هي، خلاص انت راجل طلعت التركيز كتر خيرك الحمد لله تمام. او هو الراجل في المسألة جايب التركيز الحمد لله، مش هنشوف لا درجة اذابة ولا كلام من ده. اما لو مديني درجة اذابة اللي بيحصل بالظبط، انا في الملح دوت انا عارف ان هو شحيح الذوبان في الماء، وعارف ان درجة الاذابة هتطلع حاجة قليلة جدا من المحلول تمام، كمية بسيطة جدا من الملح هي اللي هتتفكك. لما بيتكلم على درجة الاذابة، درجة الاذابة الخاصة بالمركب ككل ككل، هل انت بتحط المركب في المعادلة عشان تدور على درجة الاذابة بتاعته؟ لا، لان اغلبية الملح اصلا مادة صلبة، والمادة الصلبة مش بكتبها في قلب قانون فعل الكتلة، شلناها خلاص. امال انت بتتكلم على ايه؟ على الايونات بعد الاذابة. الايونات بعد الاذابة حصل لها ايه؟ انا عندي 2 مول من ده، طيب الحمد لله. انا عندي 2 مول من ده وعندي مول واحد من ده. من الاخر انا دلوقتي لما يكون ليه بكتب نفس ايه الاكس ديت؟ اكس ديت عدد العربيات، عدد العربيات. ايه الايونات ديت؟ ديت عدد الناس اللي راكبة جواها. لو انا دلوقتي عندي 10 عربيات جواهم 10، ما عنديش الا المثال ده، ال 10 رجاله هيطلعوا لي كام راجل؟ 10، وهيطلعوا لي كام ست؟ 10 تمام؟
فانا دلوقتي لو كتب لي درجة الاذابة، انا عرفت ان درجة الاذابة دي بيتكلم على الوحدة دي ككل. الوحدة دي اتفصلت لاثنين في حالة الاي جي، يبقى اضربها في اثنين، واتفصلت لوحدة واحدة بس من السي ار 2 او 7، فنزلها زي ما هي. تمام؟ علشان كده في درجة الاذابة بضرب جوه، بضرب جوه القوس ذات نفسه. طب ليه حطيت الاثنين فوق هنا لما انت ضربت تحت؟ قانون فعل الكتلة بيقول كده، قانون فعل الكتلة بيقول كده، قانون فعل الكتلة بيرفع للأس بيساوي عدد المولات، حظي ان طلع عدد المولات كده فبرفعه للأس. اما انت راجل جبت التركيز تحت اهي، ما دول مسألتين، جبت التركيز الحمد لله، هل انا محتاج اضرب التركيز في اتنين؟ هتضرب التركيز هتضاعف من كمية الايونات اللي موجودة عندك وهي ثابتة؟ لا، يبقى حرام عليك، يبقى ضيعت نفسك وبوظت المحلول وخسرت درجات في الامتحان. فانا عندي هنا اتنين اي جي، لا الاتنين ديت وانا معايا التركيز بتاعها، التركيز بتاعها ككل بالاتنين، الاتنين اي جي ذات نفسها دي موجوده جوايا هي هنا، امال الاتنين ديت والضعف ده راح فين؟ طلع فوق هنا في اس، وهنا نزلت اهي، فاضربها في اس 3. وصلت؟ طيب ناخد رقم 5 كده. رقم 5 هنا بيقول لي قيمه حاصل الاذابه ل السي اي اف 2. طبعا انا مش موجود معايا ورق دلوقتي، تمام؟ فانا هنعتمد على السمع. فحاصل الاذابه اللي موجوده عندي مديني الكي من حاصل الاذابه كي اس بي. طب ايه هو مديها لي اهي حاصل الاذابه؟ طبعا 10 زي ما اتكلمنا، 10 ده رقم قليل جدا. طالما رقم قليل جدا يبقى البسط قليل والمقام هو اللي كبير. البسط ده اللي هو مين؟ البسط دوت اللي هو النواتج، النواتج دي اللي هي ايونات. طب ده معناه ان الايونات قليله جدا، يعني ما دابش منه حاجه، يعني النواتج اللي طلعت معايا قليله جدا، الايونات قليله جدا، معنى ان هو انفصل لايونات قليله جدا، ان هو شحيح الذوبان في الماء خالص. يعني ايه؟ يعني لو جبت كوبايه ميه وحطيت جواها مكعب من الملح ده هينزل زي ما هو، ضربته في الخلاط مع الميه برضه نفس كميه الملح موجوده، ما بيدوبش الا كميه قليله جدا. تمام؟ فما هي درجه الذوبانيه؟ اقوم قايل ان السي اي اف 2 ديت هتنفصل لمين؟ سي اي موجب 2 زائد 2 اف سالب. تمام؟ 2 اف سالب. ماشي؟ طب نكتب طيب المعادله الاول، يبقى الكي اس بي طبعا هنا ما عنديش درجة الإذابة أنا عايزها، هتساوي إكس واحدة بتاعت السي إيه، إكس واحدة بتاعت السي إيه، تمام؟ في نفتح القوس بتاع الإيه التركيز اللي هو بتاع الإف 2، هنقول 2، طبعا عندي الملح انفصل لـ 2 إف، انفصل لـ 2 إف، 2 إكس، ونقفل القوس نرفعه لمين؟ لـ 2، نرفعه لمين؟ لـ 2. الاثنين اللي رفعناهم في الاس دول اللي هم مين؟ الاثنين مول بتوع الاكس. يبقى نقول ثانية المعادله بتاعت الكي اس بي، كي اس بي هتساوي الاكس الاولانيه في اللي هي بتاعت السي اي، في نفتح القوس بتاع التركيز الثاني بتاع الاف، هنكتب جواه 2 اكس الكل اس 2، 2 اكس اس 2 هتديني 4 اكس تربيع، اضربها في الاكس هتبقى 4 اكس تكعيب زي ما مراد كاتب فوق اهو. تمام؟ الراجل كاتبها هي صح. ماشي؟ من هنا طبعا هقول ان الاكس هتساوي الجذر التكعيبي، يعني جذر التكعيبي اللي هو الروت، روت 3. تمام؟ للرقم بتاع الكي اس بي اللي هو 3.9 من 10 في 10 اس سالب 11 على الاربعه اللي هي قدام الاكس، يطلع معايا الناتج. سهله ولا صعبه؟ ديت في الاس مالهاش دعوه بالتركيز، التركيز زي ما هو. لو جه كلمك قال لك على في المساله مديك درجه، لو اداك درجه التركيز ديت، درجه قصدي الاذابه ديت اللي هي الاكس، بضرب في عدد المولات جوه القوس وبرفع للاس بيساوي برضو عدد المولات. يعني لو عدد الايونات عندي وهو مديك درجه الاذابه، ركز، لو مديك درجه الاذابه مديني عدد المولات 5 هتبقى 5 اكس اس 5، لو مديك عدد المولات 7 يبقى 7 اكس اس 7، 100 100 اكس اس 100، انت عندك درجه الاذابه انت مديها لي. تمام؟ اما لو انا مديك التركيز
احط التركيز جوه القوس وارفع للقوس بيساوي عدد المولات. لو انا عندي مثلا 2 اي جي هقوم قايل التركيز، هو مديني التركيز، لو مديني التركيز اقوم حاطط التركيز قوس 2. 7 اي جي هتبقى التركيز قوس 7 طالما مديني التركيز مش مديني درجه الاذابه. 100 اي جي هتبقى 100 ديت في الاس، ملهاش دعوه بالتركيز، التركيز زي ما هو، سيب التركيز زي ما هو مهما تنوع عدد المولات. اوعى تتلخبط، اوعى تتلخبط. لو اداك درجه الاذابه ديت حاله، لو اداك التركيز ده حاله. ليه بنضرب في عدد المولات في درجه الاذابه؟ لان درجه الاذابه هنا بيتكلم على درجه الاذابه الخاصه بالملح ذات نفسه قبل يعني الملح هنا اهو بيتكلم على الملح ذات نفسه، ده مش بيتكلم على الايونات. فلازم اترجم درجه الاذابه ده في منها قد ايه وصل اي جي وقد ايه وصل في ار 2 او 7. تمام، بترجم درجه الاذابه اتفكت لقد ايه، اطلع الناس من العربيه، العربيه دي كان فيها فلان وفلان وفلان. تمام، طيب وصلنا للمساله رقم 5. تمام، قلنا ان انا دلوقتي ديت السي اي اف 2 دي هتتقسم لحاجتين، السي اي موجب 2 و2 اف سالبه، صح ولا لا؟ هتبقى الكي اس بي اللي موجود عندي وهو عايز درجه الذوبان، عايز درجه الذوبان، درجه الذوبانيه او درجه الذوبان اللي هي الاكس، اقوم كاتبها بقى اعوض بالاكس اللي انا عايزها اللي هي درجه الذوبان دي. يبقى الكي اس بي هتساوي الاكس جوه قوسين مضلعين اللي هم الخاصين بالتركيز، وديت الاكس دي خاصه بالسي اي اللي عندي دي، اكس الخاصه بدي في القوس الثاني هيبقى جواه مين؟ جواه 2 اكس، جواه 2 اكس، 2 اكس لما اتفككت درجه الذوبانيه دي للفلور ادتني 2 فلور، 2 فلور، ذرتين فلور. المركب ده لما اتفك درجه الاذابه الخاصه بيه، لما اتفك اداني نفس درجه الاذابه لذره فلور ونفس درجه الاذابه لذره فلور ثانيه. فتركيز الفلور هيبقى 2 اكس جوه القوس، وارفعه لكام؟ وارفعه ل 2، هتبقى 2 اكس اس 2. والله لو نزل 3 اف، لو كانت الاف دي 3 اي ال اف 3 مثلا، هتبقى 3 اكس اس 3. تمام؟ وهكذا. في اي مشاكل في حاصل الاذابه؟ ديت المسائل. يبقى هيجيب لك يا اما حاصل الاذابه ودرجه الاذابه، عرفنا هنعمل ايه؟ اداك التركيز ماشي، اداك عدد المولات هقسم على الحجم اطلع التركيز واعوض، اداك الكتله هقسم على الكتله الموليه كتله المول الواحد من المركب اللي مديهولي، وارجع اقسم على الحجم باللتر طلعت التركيز اعوض. هيديني ايه تاني؟ هيديني الكي اس بي وعايز درجه الاذابه زي اخر مساله، او معوض عنها بالاكس وهكذا. تمام، ديت كل الحالات اللي ممكن تجيلي، كل الحالات اللي ممكن تجيلي. في حاجة اسمها مسائل ربط، وفي مسائل أفكارها تانية بإذن الله هناخدها في المراجعة، مش وقتها، مش وقتها. الأفكار اللي بتيجي في الامتحان غالبا هي الأفكار اللي قدامك دي، تمام؟ في حاصل الإذابة. اللي يهمني مش إن أنت تحل، اللي يهمني إنك تبقى فاهم، إنك تبقى فاهم. تمام؟ طب الحمد لله. فكله فاهم، مش كله حافظ، كله فاهم. إيه اللي بيحصل؟ أنا لما بحط الملح جزء منه بيدوب، بيتقسم بأيوناته، علشان كده بضرب في الايه؟ في الايونات. تمام؟ لو عايز تركيز الايون اعمل ايه؟ بعد ما بضرب حاصل الاذابه، لو عايز تركيز الايون تمام، يديك حاصل الاذابه وبطلع عادي جدا الايه؟ التركيز بتاع الايون، وده مش هيجي، ده مش هيجي. تمام؟ الجزئيه بتاعت التفاعلات التامه بتتاثر بدرجه الحراره، طبعا بتتاثر بدرجه الحراره. كل بس خلي بالك بتتأثر في المعدل بتاعها، في المعدل، هنا الطلبة بتتلخبط. أنا درجة الحرارة عامل مهم جدا، عامل بيأثر على معدل التفاعل الكيميائي، ده في حالة التفاعلات التامة والانعكاسية. وبيأثر على التفاعل الانعكاسي، بس لازم أعرف نوعه، بس لازم أعرف نوعه. نوعه من حيث إيه؟ نوعه هل هو تفاعل طارد للحرارة ولا تفاعل مص للحرارة؟ في التفاعلات التامة طبعًا بيأثر، إزاي يا عم بيأثر؟ لانه بيزود من طاقة الجزيئات المنشطة، الجزيئات المنشطة اللي خدت طاقة التنشيط، الطاقة اللازمة للتفاعل. تمام؟ فبيزيد من ايه؟ من معدل الانتاج بتاعه، بيزيد حتى لو السهم واحد بس.
خلي بالكم يا شباب، معدل التفاعل الكيميائي بيأثر على الحالتين، على الحالتين. مين هما الحالتين؟ على التفاعل الانعكاسي والتفاعل التام، ما عدا حاجة واحدة اللي هي، ما عدا حاجة واحدة اللي عامل واحد بس اللي بيأثر على تفاعل واحد، العامل الحفاز. مظبوط، العامل الحفاز بيأثر على التفاعل الانعكاسي فقط، الانعكاسي فقط. الكلام ده صح؟ غلط. بيأثر على التفاعل التام، التام، التام. يؤثر على التفاعل الانعكاسي؟ لا يؤثر على التفاعل الانعكاسي، لان هو بيخلي المعدل في الاتجاه، الاتجاه الطردي قد المعدل في الاتجاه العكسي. هي هي، مش هيتغير اي حاجه، مش هيتغير اي حاجه. طيب انا دلوقتي لما يكون عندي الطردي زي العكسي، الموضوع ايه اللي حصل بالظبط يا مينا؟ انا دلوقتي لما يكون معايا تفاعل عكسي انعكاسي ماشي في الاتجاه الطردي وفي نفس الوقت ماشي في الاتجاه العكسي، بيديني نواتج زي ما هو ما بيديني متفاعلات. الاربع لو مثلا A زائد B بتديني C زائد D، عندي A زائد B ديت المتفاعلات وال C زائد D ديت النواتج. الاربع حاجات دول موجودين عندي في المحلول، النواتج والمتفاعلات موجودين في حيز التفاعل. حطيت العامل الحفاز، العامل الحفاز اول ما نزل لقى ال A وال B، راح زاد معدل الانتاج عشان يطلع لي السي والدي. طب السي والدي ساعه ما زادت لقت ايه والبي عامله عليها هجوم عشان تطلع النواتج، عملت ايه طبقا للوشاتيليه؟ ها، راحت راجعه بقى تركيزات النواتج كبيره، راحت راجعه مديه ايه بي بنفس الضربه، ادتني بنيه جامده، رحت مديك بنيه جامده، تمام. رديت لوشاتيليه عايز يقص، يقلل من التاثير ده، تمام، يقلل من التاثير ده. فبالتالي هيوصلوا، المهم يقعدوا يتخانقوا شويه، المهم في الاخر ايه اللي هيحصل بقى؟ ردوا بعد ما عملت، حطيت العامل الحفاز لقيت ان المعدل بتاع الاتجاه في التفاعل التام قد المعدل اللي رايح في التفاعل، التفاعل الطردي قد العكسي بالظبط، هما الاثنين تمام. رجعوا تاني بالظبط زي ما تكون عملت ايه، موجه، رحت ضارب ايدك بالميه كده، تمام، فالموجه راحت رايحه ناحيه الحيطه، هترد عليك بنفس الرد اللي كانت موجوده والميه ثابته؟ لا، هترد عليك بنفس القوه لحد ما ترجع تاني الموجه تهدى خالص لحاله الاتزان. حصل تغير؟ لا، ما حصلش تغير. في الاخر حصل تغير لحظي في ساعتها، انما في الاخر احنا بنشوف العامل الحفاز، ايه النتيجه اللي طلعت؟ ايه التغير اللي حصل على التفاعل في الاخر؟ ولا شيء، رجعت المايه ثابته تاني، صح؟ عمرك ضربت ايدك في الموجه كده طلت رايحه جايه رايحه جايه، نمت وصحيت لقيت المايه رايحه جايه من ايه؟ انكريدبل مان؟ لا، بتوصل تقعد تقل تقل تقل، التفاعل اللي يقعد التفاعل الطردي يتفاهم مع التفاعل العكسي، يقلوا مع بعض مع بعض مع بعض لحد ما يوصل ان معدل التفاعل الطردي قد العكسي. ما حصلش اي تركيز. جيت اشوف في نهايه الدوشه ديت هلاقي التركيزات اللي موجوده، معدل التفاعل الطردي قد معدل التفاعل العكسي وخلص التفاعل على كده، فضل تفاعل انعكاسي زي ما هو، ما حصلش اي تغيير في الوسط، لا غاز تصاعد ولا رصد نزل ولا تركيز موجود اكثر من الثاني، فبالتالي العامل الحفاز مش بيأثر على التفاعل الانعكاسي. اما في التفاعل التام ده اغلبيه الصناعات قايمه على العامل الحفاز، تمام؟ في المحول الاكسجيني في الحديد، في النيكل المجزأ في صناعه السمنه والكلام ده، بزود من العمليه او من سرعه المعدل التفاعل الكيميائي، او بقلل من درجه الحراره بتاعت الجزيئات المنشطه، وبالتالي بوفر فلوس على المصنع، صح؟ بستخدم العامل الحفاز في التفاعلات التامه في حاجات كتيره جدا، تمام؟ ديت العوامل المؤثره على التفاعل الكيميائي. بتصير على مين؟ على الطردي والعكسي. هيحاول يلخبطك في اسئله كتير بتلخبط، خصوصا في الاسئله اللي هعرضها في المراجعه. هيحاول يلخبطك ويقول لك اثر مثلا الضغط على التفاعل التام. عادي جدا، ايه المشكله؟ اثر مين؟ الضوء على التفاعل التام، هنقول بيزود في بعض التفاعلات زي كذا فلان وفلان، زي التفاعل بتاع بناء الضوء. اثر عامل من العوامل على التفاعل التام، ايه المشكله؟ العوامل المؤثرة ديت زي ما هي بتأثر على التفاعل الانعكاسي زي ما بتأثر على التام، ما تخافش. رغم ان الوحدة ديت او الباب ده بيتكلم بشكل رئيسي على التفاعلات الانعكاسية، الا ان في الجزئية بتاعت العوامل المؤثرة على معدل التفاعل الكيميائي بتتكلم على التفاعل التام برضه فيما عدا التفاعل الانعكاسي. اما نيجي بقى في لوشاتيليه، بس في اتجاه واحد، مظبوط، في اتجاه واحد، مجرد ما تخلص تركيزات. اما في حاله لوشاتيليه، لوشاتيليه بيتكلم، اوعى حد يجيب سيره التفاعل التام هنا، لا،
انا عندي علاقه بين متفاعلات ونواتج، متفاعلات ونواتج، تمام؟ انا عندي علاقه بين لما ازود التركيز هيعمل ايه في النواتج، طب زودت في النواتج حصل ايه في التركيز. لما باجي اتكلم على درجه الحراره، هل التفاعل طارد ولا تام؟ وشرحناها بالاسهم، اعتقد الطريقه ديت يعني سهله وتطلع لك دلوقتي اي يعني لو جه اثر الحراره على التفاعل الاتي، ابص على الدلتا اتش، هل الدلتا اتش موجبه ولا سالبه، منها احدد نوع التفاعل. بعد كده ارسم الاسهم اللي اتكلمت عليها في المحاضره اللي قبل اللي فاتت، وبعد كده بعد كده ابتدي اطلع اعرف اذا كان الاتجاه طردي ولا عكسي. بعد كده في التفاعل في التطبيقات بتاعه الاتزان الايوني، الاتزان الايوني انا مش بتكلم على تفاعل كيميائي بيطلع لي حاجات مختلفه، لا انا بتكلم على يعني مركب قطبي او مركب ايوني اتفك لايوناته، خاصه لما حطيته في قلب الميه حاله الهيدروليسيس. بشوف الحمض الضعيف او الالكتروليت الضعيف ده لما باثر عليه بالميه بيحصل ايه، بشوف درجه تركيزات الهيدروجين موجوده جواه اللي هو ايه، اللي هو البي اتش، تمام؟ بشوف في حاله التميه هل هو اثره حمضي ولا قاعدي ولا متعادل، تمام؟ ببتدي اشوف كل الكلام ده، تمام؟ اخر حاجه كنا بنتكلم عليها حاصل الاذابه، الكي هنا اتغير اشكالها، كانت مره كي دبليو، كي دبليو اللي هي اختصار كي ووتر، تمام؟ كي اس بي، كي سولوبيليتي. كي ووتر انا بتكلم على الانحلال الايوني بتاع الميه، بس الميه الكتروليت ضعيف بيطلع لي نسبه قليله جدا، تمام؟ من ايونات الهيدروجين والاو اتش. طيب في ايه تاني؟ عندي مثلا الكي اس بي دي بتاعت السولوبيليتي بتاعت الذوبان، الحاجه لما ذابت قد ايه منها ذاب من الايونات، تمام؟ ذاب ايونات قد ايه؟ لو بتكلم على الكتروليت ضعيف كميه قليله، ببتدي احسب درجه الذوبان بتاعته والايونات اللي طلعت معايا قد ايه؟ الكي اس بي اللي هيطلع معايا ده هل هو رقم كبير ولا رقم صغير؟ لو رقم كبير ده معناه ان هو بيدوب كويس جدا. المهم بشوف الكي ديت عباره عن ايه؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ احنا خلاص خلصنا الباب السابع. اغلبيتكم بدأ في الباب الثاني. الباب السابع عليه اسئله مشهوره ومعروفه. ما اثر كذا كذا درجه الحراره او الضغط او درجه الحراره والضغط والتركيز، تمام؟ فلاش فلوشه ليه؟ في مساله على الكي اس بي. في سؤال علل او سؤال اكمل او سؤال اختار على هل مثلا اسيتات الامونيوم ده حمضي ولا قاعدي ولا متعادل، تمام؟ عندي سؤال في معدل التفاعل الكيميائي ممكن يقول لك تكلم عن كذا او كذا او كذا من الخمس او ست حاجات اللي موجودين عندي. باب سهل جدا تافه، ده مش باب كيمياء يليق بطالب ثانويه عامه يعني على وشك ان هو يخش جامعه. طيب المنهج ده سهل جدا، سهل جدا، لازم تقرا عنه، لازم تزود معلوماتك، لازم وانت بتذاكر الكيمياء تحبها، لان ديت هي الكليه اللي هتوصلك، هي الخطوه اللي هتوصلك للكليه اللي انت عايزها، تمام؟ في اي مشكله يا شباب؟ ماشي. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.